شوف لي يا محمد علي، شوف لي الشير. اكو شير دكتور، شوف لي الشير هسه حاليا. سطح المكتب طالع. دكتور الثاني 21 يلا شوف لي اياها عفيه، شوف لي اياها. واضح دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله تعالى. اليوم محاضرتنا من جامعه جابر بن حيان الطبيه، كليه الصيدله، المرحله الثانيه، الكورس الثاني، للعام الدراسي 2021، ومن ماده ميديكال فسيولوجي 2. ومحاضرتنا اليوم من موضوع الاندوكرينولوجي اللي راح نبدا به بهذا الجزء من محاضرتنا، اللي هو الجوناتس. حقيقه الجوناتس هو ناخذ به فقط از اندوكرينولوجي، لانه هو ريليتد تو ريبرودكتيف سيستم. كل الريبرودكتيف سيستم اخذتوه انتم بالهيستولوجي والاناتومي، هنا فقط راح نهتم في جزء اللي هو الاندوكرينولوجي. الريبرودكتيف سيستم هو راح يكون عباره عن جزئين، الجزء الاول اللي هو خاص بالميل ريبرودكتيف سيستم، والجزء الثاني اللي هو الفيميل ريبرودكتيف سيستم. الاندوكرينولوجي الموجود بالميل and in female which is called gonads. فمصطلح الجوناتس حقيقة يرجع إلى reproductive system، maybe male or maybe female. أعطي منكم المايك اللي خاص بكم، حاولوا يعني تضبطوا. الآن أنتم أخذتوا بالهيستولوجي وأخذتوا بسلوك وأندمنة كل تفاصيل وأجزاء الreproductive system، لكن راح اول بدايه نبدي بالميل ريبرودكتيف سيستم، والجزء اللي يهمنا بالميل ريبرودكتيف سيستم اللي هو التستس. التستس تعتبر اندوكراين جوناتس ان ميل ريبرودكتيف سيستم. Each loop of testis consists of seminiferous tubular compartment and الانترستيشيال كومبارتمنت، اللي هو الجزء الخاص بالاندوكراين اللي هو التستس. يعني عندنا اندوكراين، عندنا اندوكراين جلاند اللي هو التستس، and from this endocrine there is seminiferous tubular compartment. احنا seminiferous tubular compartment ما لنا علاقه به حاليا، لانه موضوعنا اللي هو الاندوكرينولوجي اللي راح نهتم به اكثر، اللي هو بدراسه الفسيولوجي از اندوكرينولوجي اونلي تيستس. ذا تو برنسبل فانكشن اوف تيستس، الوظائف الرئيسيه للتيستس هي نمبر 1 سبرماتوجينيسيس، اند نمبر 2 اكت از اندوكراين فانكشن. يعني بعد ما يصير عقلنا احنا الاندوكراين والنيورال مسؤولات عن عملية الكوردينيشن اوف ذا بودي. لذلك عندنا هنا وظيفة التستس كاندوكراينولوجي راح ناخذها وندرسها بهذه المحاضرة. من عندها راح يكون الانتقال إلى وظيفة الخلاصة من وظيفة الاندوكراينولوجي اوف تستس which is called spermatogenesis. So the spermatogenesis is very important and very important to male. If there is disorder in spermatogenesis, there is many type of disorder. خليها في نهاية الجزء المتعلق بالmale reproductive system. إذا راح ناخذ حاليا الendocrine function only of the testis. راح ناخذ الجزء اللي هو له علاقة بمن بالendocrine function. تبي هو اكو شغلات يعني لها علاقه بالفارماسيست، ان شاء الله راح اكد عليها خلال فتره المحاضره معي. Organization
of endocrine system وبالخصوص في حالة ال gonads the same there is خلينا نقول gonads endocrine as gonads axis تبدأ من الهايبوثالاموس ومن بعدها البيتوتري جلاند ومن بعدها التستس إذا أخذنا الميل reproductive system بينما إذا كان في جزء الفيميل راح يكون اللي هو الأوفريز هذا يسموه الأكسس هذا الإندوكرينولوجي أيضا أخذناه بالمحاضرة الأولى للإندوكرين اللي هو بي two types of hormone that secreted from hypothalamus قد يكون releasing factor وقد يكون inhibitory factor إذا كان releasing factor تكون المحصلة من الجلاند إنه secreted its gland يعني its hormone أما إذا كان inhibitory راح تكون المحصلة اللي هو inhibition of its function لذلك الهايبوثالاموس اللي هي الغدة تحت النهاد هي الغدة المسيطرة تقريبا على كل الهرمونات اللي هو موجودة في الجسم وتعطي نوعين من حالات الارتباط اما ريليزنج او انهبيتوري هذا حقيقه اخذناه بالمحاضره الاولى صوتي واضح محمد علي مو ماكو مشكله بالصوت محمد علي واضح ذكر زين الاندوكراين فانكشن اوف تيستس عندنا اهم شيء عندنا شنو الخلايا الموجوده داخل التيستس الخلايا الموجوده داخل التيستس احنا راح نقسمها اعتمادا على اهميتها as endocrinology اللي هي ال leading cells of the testis which is a produce hormone known as androgens اذا الاندروجينز حقيقه هو مصطلح يعني عام يمثل ال male sex hormone وراح نشوف شنو الاندروجين الاندروجين أخذناه بالمحاضرة السابقة ليس فقط من التستس موستلي وإنما أيضا ينفرز from the cortex مديولا ولذلك نشوف كميته تكون أعلى بالميل more than the female لكن موجود بالفيميل بتركيز كلش قليل منين يصير secreted from adrenal gland cortex adrenal gland الخلية الثانية أو النوع الخلايا الثانية اللي هي Sertoli cells of the testis we secrete estrogen inhibin and activin لحظة عباس انا عرفت من راح هسه اخليكم هاي سيرتولي سيلز من التستس اذا اكو استروجين كذلك موجود بمن بالميل لكن بتراكيز قليله جدا يعني التستس ليس فقط الاندروجين ليس فقط التستوستيرون هنالك هرمونات اخرى اللي هي الاستروجين والانهبين ان اكتيفين هسه هذين نوع الخلايا المهمات جدا اللي راح اتعامل وياهم از اندوكرينولوجي حتى يكون هنالك عمل هرمونال الموضوع اليوم هو اسمه اندوكراين زين الهرمون الرئيسي المهم جدا من الاندروجين اللي قلنا في اللي قلنا احنا secreted from leading cells اللي هو التستوستيرون عندك شوي تنتبه وياي تنتبه وياي شوي على هالموضوع اكو مواضيع يعني راح اكد عليها جدا يا با شكرا الى شكرا جزيلا الاول بدايه اللي هو التستوستيرون اول نوع من الاندروجين هو التستوستيرون لاحظ وياي التستوستيرون اللي هو start decreasing after 40 years يعني يرتفع في اليوم حتى يوصل الى ال 40 years من بعدها يبدا بعمليه النزول and become almost zero by the age of 80 years بعد ما يوصل 80 years لاحظ انه التستوستيرون راح يكون تقريب قريب من الزيرو معناه 90% من هذا التستوستيرون راح يكون متحد الى بلازما بروتين من هو هذا التستوستيرون 68%
is bound to the bone. هسه المحصلة كلها اللي هو تكون مرتبط داخل من ينتقل داخل البلاط يكون مرتبط ببروتين غالبا ما يكون البون. او 30% من عنده من هال 98 مرتبط بواسطه الستيرويد بايندينج جلوبول اس اس بي جي. معنى 60% من عنده مرتبط بالالبومين. خلينا ناخذ بصوره عامه معنى 90% من التستوستيرون هو مرتبط بمن؟ بالبروتين. يا بروتين اما البومي او هرمون اسمه اس اس بي جي سكس ستيرويد بايندينج جلوبولي. هذا ايضا الارتباط مهم جدا دائما بالهرمون وراح حتى ناخذها بالدراكس ان شاء الله بالسنوات القادمه. الدراكس كل ما يكون فري كل ما ينطي هو الاكتف فور. الهرمون نفس الكلام الفري جزء الفري من عنده يعتبر الاكتف فور. اما الجزء اللي يكون متحد مع البروتين او المتحد مع كما موجود يمكم الاس اس بي جي او الالبومي هذا يبقى لفترات طويله داخل الجسم يعني هو المسؤول عن عمليه النقل. هسه هذا البايندنج الموجود بينهم اكو فت خلينا نقول حسب احتياج الجسم. مرات الجسم يحتاج تستوستيرون راح ينفرز بمقدار فري. هذا الفري يكون نسبه وتناسب. خلينا نقول هرمون زائد بروتين يعطينا هرمون بروتين كومبلكس. هاي حاله توازن. انا اخذ هذا القلم واكتب هنا هذا هرمون. هذا هرمون اتش يعني هرمون زائد معادله كيميائيه بس هي تعتبر فسيولوجيه زائد بروتين. البروتين راح اسميه بي. هذا البروتين هنا هذا بصورة إكوليبريوم راح يكون ال HB complex. HB complex. محمد علي واضحة هذا المعادلة منك؟ واضحة؟ واضحة دكتور. هذا ايش يعني؟ يعني انه اكو هنالك حالة توازن ما بين الكومبلكس عندما يتحد مع البروتين ومع الفري مع الفري هرمون. اذا كان هذا على راح يصير يتجه باتجاه المعاكس. اذا كانت الهرمونات اكثر يتجه باتجاه اليمين. هاي حاله توازن موجوده فور ايتش هرمون. هنا اذا كان شوف لاحظ اذا كان تركيز الاس اس بي جي عالي جدا ماذا يعني ذلك؟ يعني انه كميه البايندينج راح تكون كثيره جدا والكمية الفري تكون قليلة لأنها يعني نسبة وتناسب. أما إذا كانت نسبة الـ SSBG قليلة يعني معناها الفري راح يكون أكثر وبالتالي راح يعطي تأثير الهرمون أكثر. من عنده سؤال على هذه المعادلة؟ لأن هذه المعادلة راح أربطها هسه حاليا بالتأثيرات الهرمونية للتستوستيرون. الهرمون تستوستيرون يلا طيب محمد تفضل. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور الـ SSBG منو اللي يخليه يزيد أو يقل؟ يعني disorder؟ تمام يعني disorder عفوا طيب محمد. disorder عملية الصناعة مالت الزيادة والنقصان هي تعتبر هي هاي. عليكم السلام أهلاً حبيبي شلون صحتك الله بخير الله يحفظك معي. راح تكون هنالك disorder طيب. نعم دكتور يعني احنا نحتاج ننظمه أو نقلله؟ تمام احتمال ننظمه او نقلله صراحه نقول لكم نهايه المحاضره شلون راح تصير عمليه التنظيم. من عنده بعد سؤال على هالمعادله الاكويجن؟ اذا هذا الموضوع له علاقه بالاكشن اوف بروتين الهرمون. الهرمون كل ما يكون فري اكثر كل ما ينطي اكشن اكثر. كل ما يكون فري هرمون اقل كل ما الاكشن مالته يكون قليل. هذا حتى يكون عندنا شنو العوامل المؤثره او كيفيه تاثير الهرمون بايندينج على تاثير الهرمون. لكن احفظ انه السكس هرمون اللي هو التستوستيرون له ارتباط اما مع الالبومي او ارتباطه ويا من مع الاس اس بي جي. ولذلك حتى مرات بالتحاليل راح تشوفوا انه يقيمون الاس اس بي جي يقيمون يعني يقيسوه حتى يعرفوه زايد او ناقص
وبالتالي يطور رؤية على أنه الـ 3 هرمون. زين. Very small percentage of the plasma testosterone is unbound. لاحظ هذا يؤدي إلى أنه تكون كمية قليلة من الهرمون يكون unbound. يعني unbound معناها free. وهو هذا اللي ينطي الفسيولوجيكال اكتيف. لاحظ هو هذا ينطي الفسيولوجيكال اكتيف very small. اذا السؤال اللي يمك انت اكتب يمك اكو فد ملاحظه، ما هي اهميه what is the benefit of hormone binding in the human body، شنو فائدته؟ راح تكون التفسير عن طريق هذا الجواب اللي قلت لكم. من الفري؟ الفري يكون الانباوند، يعني اللي هو ينطي فسيولوجيكال، يطي ثيرابيوتيك، يطي الفارماكولوجيكال اكتيف اذا كان من الخارج. زين، اعتقد شوي اعطينا توضيح بعد لي اكثر. راح امسح هاي الرسوم حتى ما تنتقل للسلايد الثاني. اذا الهرمون الاول اللي هو من هو التستوستيرون، منين اللي يجي؟ من التستس اللي هو الاندروجين. هرمون اخر اللي هو الاندروستينديون. لاحظ ثاني كل الهرمونات احنا نسميهم تستوستيرون ديريفيتيفز. تستوستيرون ديريفيتيفز شنو يعني؟ يعني من مشتقات التستوستيرون. مشتقات التستوستيرون لاحظوها يعني حتى موجوده يعني في الماركت، يعني بالفارماسي بانها موجوده الاندرو استندايون والداي هيدرو تستوستيرون، والتستوستيرون اتسيلف ايضا موجود. لذلك هاي عمليه التغيير لها اعتبارات اخرى، خلينا نقول اعتبارات اما للستورج اما للديوريشن اوف اكشن او للدوزز. هاي ان شاء الله في المراحل المتقدمه تاخذون ليش يصير اختلاف بالانالوج او ديريفيتيفز. الاندرو استندايون طبعا is very important as a precursor for a blood estrogen in men. يعتبر precursor. هسه تقول هذا تستوستيرون جاب الاستروجين. انا راح اقول لكم هنالك عمليه صناعه الهرمون اوف تستوستيرون اكو فد علاقه. طبعا هي تبدا صناعه الكوليسترول وبعدين تبدا المراحل، راح تشوفون اكو عمليه التحويل. يعني الاندروستيندايون يعتبر precursor للاستروجين اللي قلنا احنا داخل البنيض هو اكو ايوستروجين لكن بنسب قليله جدا. انتبه وياي هذا الداي هيدرو تستوستيرون. داي هيدرو تستوستيرون اونلي 20% اوف ذا بلازما. داي هيدرو تستوستيرون يلفظ دي اتش تي از فورمد ان ذا تستس باي ذا اكشن اوف 5 الفا ريدكتيز فروم ذا سيرتولي سيل on the testosterone secreted by the Leydig cell. لاحظ يعني هذا الداي هيدرو تستوستيرون جاي من التستوستيرون بعد ما اشتغل عليه انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز حتى يتحول لي الى الداي هيدرو تستوستيرون. هذا الداي هيدرو تستوستيرون is very important is very active form of the testosterone in the peripheral tissue. لاحظ 80% من البلازما الداي هيدرو تستوستيرون is derived from peripheral conversion of testosterone. التستوستيرون احنا قلنا مو يصنع من التستس secreted by Leydig cells، من يصير بالبلاد واتحد مع ال SSBG او مع الالبومين، من يوصل للبيريفيرال تيشو وحتى يطل الاكشن مالته يلقى انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز. هذا ال 5 الفا ريدكتيز يحول التستوستيرون للمور اكتيف فورم حتى يبقى الاكشن مال التستوستيرون الاصلي اللي هو الداي هيدرو تستوستيرون. احيانا نشوف، انا راح اعطيكم هالمثال السريع، احيانا نشوف مثلا او يستهدف هذا الانزيم، هذا الانزيم خلينا نخليه جيب سهم. هذا الانزيم يستهدف ببعض العلاجات، بعض الدراكس يثبط، ما راح يخليه يشتغل. زين اذا ثبط ايش راح نحصل النتيجه؟ من خلينا نشوفها من المنتبه وياه. اذا ثبط يلا يا رفع اليد
اذا ثبت شوي انتبهوا. يلا عباس. السلام عليكم دكتور. راح يقول تاثير التستوستيرون دكتور. احنا ما راح نقول اقل اول بدايه، راح نقول اذا هذا الانزيم صار له كومبيتيتيف انهيبيتر ماذا يعني؟ يعني هو الاكتيفيتي ما راح تقل بالنهايه. او زين وظيفه الانزيم شنو هي عنده؟ يحول التستوستيرون الى دي اتش تي. واذا وقفنا هذا الانزيم بعد ما راح يتكون عند التستوستيرون، ما راح يتكون عند دي اتش تي العفو. يعني اذا انا من اقول اذا توقف يعني ما راح يصير الاكتيف فورم اوف داي هيدروتستوستيرون. زين يمتى نستخدم هاي العلاجات حتى نثبطه؟ يمتى يعني واحد يقول ليش انا استخدم علاجات اثبطه؟ ناقش شوي عباس لو حاول طالب ثاني عادي. يلا يمتى نثبطه؟ يعني لما الاكتيفيتي تزيد عندما يكون هنالك ديس اوردر، يعني اكتيفيتي اوف تستوستيرون زاد. مثلا اضرب مثال يعني هايبر اكتيفيتي عادي. تمام نضرب مثال. لو تشوفون يعني بعض الفيميل يطلع عندهم مرات شعر بالوجه، يطلع في اماكن هي ليست خاصه بالفيميل، فبالتالي واحد من هذه العلاجات يستهدف هذا الانزيم حتى يمنع تكون دي اتش تي انترفيرون، لانه هم عندهم اصلا صاير ديس اوردر، بالخصوص اللي يصير عندهم مثلا جماعه البولي سيستيك اوفريز. هاي ان شاء الله راح تشوفوها في حالات ان شاء الله ندرسها في حاله تكيس المبايض، وارتفاع واحده من عندهم نشوف الاندروجين صاعد، ويصير عندهم حاله يسموها الهيرسيتيزم. حقيقه هو هذا يعني زياده الشعر في جسم الفيميل واحد من استهدافات غير العلاجات. اكو اضافه استهدافات العلاج هو يستهدف هذا الانزيم حتى يقلل من عمليه تحويل التستوستيرون تو داي هيدرو تستوستيرون. وموجود ايضا هذا العلاج موجود بالماركت، انا ما راح يعني اقولكم، لكن خلينا نقول هو اكسدراك حتى تعرفوه بعدين ما راح تشوفون هذا العلاجات تثبط. يلا محمد علي. تفضل محمد علي. نعم دكتور. تفضل. وياك دكتور. يلا عيد لي المعلومة هاي السريرية الدوائية حتى يكون الزملائك واضحة. دكتور بالبداية انه ليش نسوي تثبيط لل 5 الفا ريدكتيز؟ انه لما يصير عندي اكسترا فورميشن اوف ذا ديهايدرو تستوستيرون اللي هي في حالات سريرية، من ضمنها انه بعض النساء يصير عندهن حالات نلاحظهن سريريا ظهور الشعر في الوجه او غيرها، لذلك نتطرق الى تثبيط ال 5 الفا. شكرا جزيلا الى عباس وكذلك الى زميله محمد علي، اعتقد كان تركيزهم كلش واضح، واطلب من بقيه الطلبه يركزون على هاي المواضيع. احنا جاي طبعا بالتدريس بما انه مخرجاتنا فارماسيست وكلينيكال ان شاء الله، ان شاء الله كلكم كلينيكال، فناكد على شغلات اللي بيها كلينيكال، ولذلك يعني اكد على كفد نقاط ابقى عليها شوي اركز زايد، والباقي يعني فقط لزياده المعلومات. خلينا نشوف من الرفع ايده ويريد يداخل. عافيه نزلوا ايديكم اذا ماكو متأخر. زين. ملاحظة. داي هيدرو تستوستيرون more than twice the biological activity of testosterone. لاحظ انه هذا الداي هيدرو تستوستيرون فعاليته تقريب ضعف فعالية التستوستيرون. وردنا نذكركم انه الادرينال كورتكس كذلك تفرز الاندروجين اللي هو التستوستيرون والاندروستينديون والدي هيدرو ايبين اندروستيرون. لأن كلهن حقيقة الديهايدرو إبي أندروستيرون لأن تلاهتهم هم موجودات في أزدراكس هرمونال أزدراكس، ويعتبرن طبعا more important to treatment some sexual diseases disorder، ولأن كلهن derivatives from the testosterone. لكن اكثر واحد فعالية به هو الداي هيدرو تستوستيرون اللي يكون مهم جدا. واحد يطرح سؤال، هذا الاندروجين منين يصنع؟ منين جاي الاندروجين؟ المصدر مالته منين؟ حقيقه المصدر انا معطيكم اياه في على شكل مخطط، هذا المخطط كلش كافي. اذا صناعته الاولى اللي هو فروم كوليسترول، شوف لاحظ الكوليسترول زياده باهميه داخل الجسم لكن زيادته بيضرب. تستوستيرون all of androgen are related to cholesterol.
بريكورزا. ان شاء الله بالثالث ناخذ الكوليسترول، واحد من البنفيت مالت الامبورتنت از بريكورزر فور سكس هرمون. ان شاء الله هاي الكلمه اذكركم بها. طيب اذا يتحول بواسطه بعض الانزيمات وبعض التحويلات الى بريجنيلون اند ذن 70 الفا هيدروكسي بريجنيلون. طبعا شوف هذا السهم الافقي يعني معناه يتحول الى بريجنيلون تو بروجستيرون، والبروجستيرون شوف هذا المخطط نهايته شنو؟ تستوستيرون. هذا اللي قبله من هو الاندروستين دايون. كذلك ال 70 الفا هيدروكسي بريجنيلون يتحول الى الديهايدرو ابيناندروستيرون. هذا مرات يطوى اختصار اللي هو الدي اتش بي حقيقه اي ابريفيشن، لكن انا افضل انه تحفظ الاسم. ليش؟ لانه حتى ما يصير عندك ميستيك، لانه الهرمونال حقيقه كما بعض الانواع يعني باب الطرفة العلمية يحفظون مختصرات ويخلوها بأسماء بعدين لعله واحد يسمعها، مثلا DH يلفظها دها حتى يعني يسهل حفظها عليه، لكن لعله واحد يتعود على هيك خلينا نقول طريقة. لكن كتاب يعني حفظ الاسم هو اسم بسيط جزء دي هايدرو ابندرستيرون. وضعه قطعها، اذا كلمه طويله قطعها تكون سهله عليك. بعدين يتحول الى اندروستيرون. المحصله لاحظ شو الثاني؟ واحد هذا سهم واحد هذا اثنين وهذا ثلاثه. زين منين جايات؟ جايات من الكوليسترول. خلينا نسوي هذا سهم. هذا البريكورزر اوف ذا اندروجين از كوليسترول. Precursor is cholesterol. Control of testicular function. خلينا نشوف من الربعي. يلا عباس. دكتور سؤال من السلايد اللي فات. تأثير التستوستيرون مع البريفرال تشو فقط عن طريق الـ DHT؟ الأكثر واحد. يعني twice of the testosterone. يعني موستلي الدي هايدرو تستوستيرون موستلي. احنا اذا وقفنا يعني الموستلي بقى جزء بسيط منها من التستوستيرون ومن البقية. يعني يقدر يشتغل وحده ويقدر يتحول الى الدي اتش تي وايضا يشتغل بهالطريقه يكون اكتف. الاكتف فور موستلي. كلمه موستلي جواها تلفظ. يعني اكو بعد اشكال ثانيه؟ اشكال ثانيه بس اقل فارماكولوجيكال اكتف، اقل فسيولوجيكال اكتيفيتي. تمام. اكثر واحد. زين انا اذا اوقف اقوى واحد بالفريق الرياضي اليوم يلعب العراق ان شاء الله ذا رياضيين، اذا اوقف المهاجم مثلا اكو واحد يسجل بعد هدف؟ شو تقول عباس؟ لا اكيد ما حد يسجل. طبيعي. فاذا انا اوقف اكثر واحد فعاليه والباقي كلها بين الوسط والدفاع يوصل للهجوم ما يسجل. زين والله حب الرياضه. يمكن العراق اليوم مفوز ان شاء الله. زين نحول الى الريجوليشن اوف تستيكولار او الكنترول اوف تستيكولار فانكشن. كنترول يعني ريجوليشن. لاحظ هذا فقط اريد تنتبهوا، يعني انتبه راح اخذ اسماء عشوائيه صراحه طبعا اخذ اسماء عشوائيه فقط يعني كيفيه عمليه الريجوليشن، يعني هاي بيها مهمه جدا فحسا اربط لكم اياها بالجانب الرياضي. اربط لكم اياها بالجانب الرياضي قد اكو مجموعه تاخذ تستوستيرون بصوره الليجال ايش راح يصير؟ تبويا احنا هنا اذا شفنا بصوره احتياديه الهايبوثالاموس تعطي جوناتو تروبين ريليزنج هرمون هذا الى الانتيريور بيتيتوري جلاند، وناخذ هذا الجانب. عباس واضح من المؤشر جاي يطلع يمك؟ واضح دكتور واضح. الانتيريور بيتيتوري جلاند راح يعطي سكريتي تو هرمونز which is called FSH and LH. FSH follicular stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. And FSH stimulates Sertoli cell to secrete, to facilitate spermatogenesis and secrete inhibin. للانهبين راح توقف. أما LH stimulate Leydig cells to secrete testosterone.
هنا. هذا جزء خلينا نسميه موجب. عندما يوصل الى مرحله قلنا الهرمون وينطي فعاليه مالته وينطي التارجت سيل الفانكشن، راح نفس الهرمون، لاحظ التستوستيرون التارجت سيل هي السيرتولي اور اللايدك سيل، نفس الهرمون يرجع مره ثانيه يسوي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم سواء كان شورت او سواء كان لونج حتى يصير عمليه الانهبيشن. من يقدر يحكي لي هاي؟ من يقدر يحكيها؟ خلينا نشوف غير اللي كان يلا زينب احمد، عافيه زينب. صباح الخير دكتور. صباح النور زين. بدايه الهايبوثلاماس راح يفرز هرمون الجي ان ار اتش، بالتالي راح يفرز الانتيريور بيتيوتري جلاند. نعم. الانتيريور بيتيوتري جلاند راح تحفز هرمونين اللي هما الـ FSH والـ LH. كل واحد من هذين الهرمونين راح يحفز شيء معين. الـ FSH راح يحفز السيرال سيلز، بالتالي راح يسوي فاسيليت السبيرماتوجينيسيس. أما الـ LH فراح يحفز الليدنج سيل، وبالتالي هم راح يؤدي إلى تكوين السبيرماتوجينيسيس وتحفيز التستوستيرون. بعدين لما الهرمونات يعني توصل للتارجت سيل تؤدي وظيفتها، راح يصير لها نيجاتيف ميكانيزم فيدباك، بالتالي نفسها راح تسوي انهبيشن لل يعني للفاكتور مالها. والله زينب وفيت وكفيت، وما راح اخذ يعني بعد مشاركه اخرى، لكن اقول شكرا جزيلا زينب احمد كانت متفقه ويانا، وراح اطرح شكرا. هذا السؤال راح اطرح هذا السؤال السريع تبو يا تبو عرفت 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 انه انتم متفقين. اذا انتبهوا يا انتبهوا يعني بس عافية انزل ايديكم حتى اعرف من المنتبه على هذا الكيس السرير الامامي. من خلال دوركم ومن دور كل اللي لهم ارتباط بعلم الادوية وبالتماس مع الادوية، هنالك الكثير من خلينا نقول استخدامات خاطئة للتستوستيرون اند تستوستيرون ديريفيتيفز. نقول ديريفيتيفز يعني اللي هي مشتقة من التستوستيرون. واحد من عندهم مثلا بصوره عامه يعني بصوره منتشره اذا تحاربت ان شاء الله بوجودكم بوجود كل اللي لهم علاقه علميه ويخافون على صحه الناس ان شاء الله الكل، هو استخدام التستوستيرون لاغراض خلينا نقول رياضيه غير شرعيه. يعني شنو رياضيه غير شرعيه؟ يستخدمها لغرض ابراز عضلات، لغرض يعني هاي اللي موجود هسه حاليا في شبابنا. إذا زاد التستوستيرون يعني هو راح ياخذ تستوستيرون، شوف لاحظ هذا زاد التستوستيرون. خلينا نجيب اخذ لفت خط هنا واختار يا لون، مو كله احمر، والله هو احمر تدري ليش؟ لا غير احمر، اختار لنا فت لون شوي ازرق حتى يغير. راح ازيد من هذا التركيز يعني يتعاطى تستوستيرون سواء كان على شكل اورالي او على شكل انجكشن. ماذا يحدث؟ هذا السؤال، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يلا شهد، يلا شهد عافية. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام دكتور بهالحالة ما راح تزداد عند تركيز التستوستيرون، راح يصير عندي تثبيط دائم للهايبوثلاموس ان هي ما راح تحفز لنا الفاز ال اتش والاف اس اتش، وبالتالي يعني راح يصير اكيد ديس اوردر بالجسم. شنو الديس اوردر هذا بالجسم؟ ماذا اي شو يصير؟ اي عفوا احتمال عقم دكتور يصير؟ ممتاز والله هاي شهد يعني اليوم يعني شهد زين، يا الاسئله اليوم يوفي ويكفي الظاهر قاريها المحاضره زين. فاذا بهذه الحاله احنا راح نسهلها يسموها انفيرتيلتي. انفيرتيلتي انفيرتيلتي اكو لها مرادف اخر يسموه ستيريلتي. انفيرتيلتي هاي غالبا الكلمه شفت في مجلات عالميه للنشر تسمى sterility. فإذا بهذه الحالة شنو نصيحة as pharmacist what is the advice for these patients I'm saying؟ يلا شوف لا مو كل هالشهادات، اعطي زملائكم شوية حتى يشاركون وياكم. يلا فرح ظاهر دكتور، هو نمنع المسبب يعني نمنع اللي ياخذه يعني التستوستيرون غير؟ عفوا اذا تمنعون الاستخدام او هنالك تسوون ورشات ندوات بوسترات ليفلت اي شيء اي شيء تسوون حلقات نقاشيه ثقافه اجتماعيه
نشر معلومات بأنه هنالك مخاطر للاستر... يعني للإنفرتيلتي والخصوص الموجودة بالميل. واحد من أسبابها، ترى أنا ما قلت هاي كل الأسباب الإنفرتيلتي هي يصير بهذه القضية، ترى واحد من أسبابها، وايكو أسباب للإنفرتيلتي، لكن واحد من أسبابه هو استخدام الخاطر. كثير من الحالات استخدام شباب يستخدمون دراكس، أباهم تجي يقولون شنو هاي الدراكس، حاول أنه يعني خلنا نقول تمتص الغضب، يعني تسوي لك مشكلة ما بين الأب والابن، أنا محتكب هيك موضوع، يعني حاول أنه تأخذ من الأب، إذا كل منطقة معروف الفارمسي يعني من مفتوحة تعرف أنت هالمنطقة، فتأخذ رقم ابنك اللي أنا رحت وياهم، رحت وياهم وشيء والحمد لله، يعني يعني قنعت علميا أنه راح يعاني من حالة الانفيرتيلتي مستقبلا. طبعا إذا صارت ماك سبيرماتوجينيسيس لفترة طويلة احتمال يعني يوصل للازوسبيرمي، وبالتالي يعني يصير حتى حالات تليف وشيء ويدخل في مشاكل أخرى. فإحنا ليش ما يستخدم كدورة في عملية النصح والإرشاد وصحة الناس، هي تكون يلا يا طيبة محمد، هي تكون ذمة في أعناق الكل. والله طيبة محمد دكتور، بالنسبة للتستستيرون يعني معناها الشغل مالته مو بس على الريبرودكتيف سيستم، انه هو دي يزيد البودي سايز، انه دي ياخذوا لو مثلا يزيد السمباتيتيف مالتهم. تاز احنا هذا الشغل هو من يستخدمه هو جاهلا بانه له تاثير على حاله الفيرتيليتي، هو يستخدمه لاغراض اخرى لبناء العضلات. هسه راح نشوف شنو الوظائف مال التستستيرون بصورة عامة على الجسم، هو يستخدمه لغير اغراض ما يعرف انه راح يصير في عنده. تمام، بما انه موضوعنا اندوكرينولوجي فراح نركز على تاثيره كاز اندوكرينولوجي يعني بهاي المحاضره. تمام، او يعطي تاثيرات اكثر من المطلوب باعضاء اخرى. تمام طيب دكتور، واضح زين، اعتقد هذا يمكن المخطط يعني شويه مهم جدا. مود اوف اكشن طيبه شويه قالت احنا الاكشن مالتنا يعني شلون راح يصير مو فقط على الاندوكرينولوجي وانما على بقيه الجسم. المود اوف اكشن اوف اندروجين بوث تستوستيرون اند داي هيدرو تستوستيرون بايند تو سنجل كلاس ريسبتور اون تارجت تيشو. سنجل كلاس يعني اثنينهم يرتبطون الى ريسبتور معين، اثنيناتهم مو ريسبتورات مختلفه، لكن الافينيتي اوف داي هيدرو تستوستيرون للريسبتور تكون اكثر للداي هيدرو تستوستيرون منها الى التستوستيرون. يعني الافينيتي، كلمه افينيتي هسه تقول هاي افينيتي هم جتنا جديده، ان شاء الله ايضا بالمرحله الثالثه ندرس موضوع الافينيتي اوف هرمون، افينيتي اوف انزيم للريسبتور، ليش هذا تكون افينيتي مالته اكثر من غيره، ليش هذا مثلا هرمون او هذا الانزيم ليش الافينيتي مالته اكثر. حقيقه بها عوامل كثيره مختلفه، احنا ندرس بالانزيمولوجي ما يسمى بالكي ام. الكي ام ان شاء الله له معادل الحساب اللي هو منتل اكويجن، حقيقه عمليات حساب الكي ام حسابيه، يعني مساله حسابيه يحسب الكي ام حتى نحصل على الفيلوسيتي سرعه ارتباط الانزيم او الهرمون بالريسبتور. كل ما يكون سريع يعني وصل الفي ماكس، كل ما تكون الافينيتي اكثر. يعني لنفرض انا اضرب مثال عباس ومحمد عاد. عباس ويانا، عباس وياك دكتور، ومحمد علي وياي وياك دكتور، اثنيناتكم هسه انتم هرمونات، فواحد واكو كرسي واحد موجود قدام، تخيلوها القضية، كرسي واحد هو عباس ومحمد علي واقفين على خط واحد واثنيناتهم هرمونات، كل واحد يريد يسابق ويا زميله حتى يوصل لهذا الكرسي ويصير له بايندنج ويقعد عليه، وراها تصير الخطوات ويلقى الكلمة مالته، يعني يلقي التأثير الهرموني. محمد علي تستوستيرون وعباس داي هيدرو تستوستيرون، قابلية ركضة عباس خفيف ومحمد علي شوية سمين،
عباس ركض للكرسي بسرعة وصل أفينيتي مالته عالية، بينما محمد علي بعد على كيف يعني يحتاج لوقت، صح ولا لا؟ لذلك الدايهيدروتستوستيرون مور أفينيتي. شنو هاي الأفينيتي؟ تعتمد على الستركتشر، تعتمد على الكاينتيك، على الأورجانيك كيمستري أوف ذيس هرمون، على اللايبوفيليسيتي، اللايبوفيليسيتي أور الهايدروفيليسيتي، على الهايدروفيليك، على اللايبوفيليك، كثير عوامل، عوامل كثيرة إن شاء الله ندرسها، على البي اتش أوف ذا هرمون، كثير من العوامل. المحصلة أنه دي اتش تي يكون أكثر بايند، أكثر أفينيتي للريسبتر، وبالتالي راح يكون هو الأكثر أكشن فروم ذا تستوستيرون. لذلك هاي الريسبتر منتشرة وين؟ طيبة محمد قالت يعني مو فقط على حالات الفيرتيليتي، منتشرة في المصل، موجودة بالبرين and other target tissue. شوفها بالمصل، أنا أكدت على كلمة المصل لأنه يستخدموها الرياضيين حتى بناء growth of the muscle. Androgen action, physiological function of the androgen. شنو وظيفة الأندروجين؟ الوظيفة الأولى طبعاً أنا جبت لكم إياها عبارة عن screen shoot from lecture. الوظيفة الأولى اللي هي الجروث development and maintenance of male reproductive organs. أي واحد. اثنين sexual differentiation and secondary sexual characteristic. ثلاثة spermatogenesis. أربعة male pattern of aggressive behavior. سلوك. سلوك ذكري، سلوك أنثوي مسؤول عنه، اللي مسؤول أيضا عن البوبرتال ترانسفورميشن اللي هي اللارجمنت تيستس، البوبك أكسيلاري هير، البون جروث، ار بي سي ماس انكريز، سكيليتال ماسل ماس انكريز، لارنكس اللارجز. لاحظ الفويس الصوت مات الميل يختلف عن صوت الفيميل، هاي الأحبال الصوتية الثيكنس واللارجد حقيقة ترجع علما للتسأل إلى الأندروجين، فنقول أفضل حتى يكون مصطلح يعني أوسع. الكريز سابكيوتانياس أو سابسيشياس جلاند ذلك تكون cause of acne، يعني دائما في مرحلة اليونج دائما نشوف إحنا بالخصوص الميل يصير عندهم حقيقة الأكني دائما يطلع في مرحلة خلينا نقول المراهقة أو مرحلة الشباب، لأنه التستوستيرون الأندروجين راح يكون عالي. And development of bear وهي يعني خروج حقيقة الشعر في مناطق الوجه، في مناطق الشعير، اللحية كذا مسؤول عنها الأندروجين. أضاف لذلك عن الجروث أكو وظائف إلى الميتابوليزم. من نعرف أنه الميتابوليزم يعني الأيض، هل التستوستيرون أو الأندروجين أنابوليك لور كتابوليك، يعني هو بنائي لو هدمي، يهدم لو يبني. أنا أشوف من المركز يقوم بعملية بناء الجسم لو هدم الجسم. الرياضيين إذا يأخذون التستوستيرون يهدم الجسم، لا أخوش صاروا رياضيين. يلا رقية سليم، السؤال هو لوجيك فقط، ردنا بناء الجسم أنابوليك. إذا بما أنه يا رقية سليم بنائي، شو يحتاج للبناء؟ اي واحد يريد يسوي يبني بيت يحتاج انرجي، يحتاج طاقه، مو صحيح؟ اذا راح يروح شكو مصدر طاقه بالجسم، سواء كان كربوهيدرات، سواء كان ليبيد، كلها يسوي لها ستيميليشن حتى يحرر لي ويكون لي طاقه. اما البروتين، بس البروتين يصير عمليه بناء بي. شنو معنى ار ان اي سينثيسيس ترانسكريبشن؟ عمليه بناء بروتين تحتاج إلى ما يسمى بالجين إكسبرشن اللي هو DNA replication, DNA transcription and DNA translation and then protein synthesis، صناعة البروتين. هاي نحتاجها، من اللي يحفزها؟ يحفزها الأندروجين. أما الأيض على الكربوهيدرات والأيض على المينرالز كلها راح تكون هي في حالات الهدم حتى تتكون الطاقة الإنيرجي، مثل الكلايكوليسيس عملية تكون الانرجي فروم جلوكوز، الخطوات والميتابوليك باث واي 1 and so on, fatty acid synthesis and citric acid, all of them is effect of
كربوهيدرات and fat metabolism. المينرال ديبوزيشن and bone growth. لاحظوا اللي عندهم تستوستيرون يكون عظمه كلش قوي جدا لانه حاله او تحرك المينرال from the blood to the bone. Kidney reabsorption of Na and Cl and water. يعني شوف لاحظ حالة reabsorption للصوديوم and Cl and water. ولذلك في مشاكل اللي هي الهارت فيلر أو مشاكل congestive heart failure راح تكون هنا contraindication of sodium and chloride and water retention. ولذلك استعماله إذا عندهم في المشاكل بالقلب أو مشاكل في الجنرال أدينة فاستخدام الاندروجين راح يكون هنا خاطئ. ما يصير يستخدم الاندروجين. أنا أقول الاندروجين يعني كل مشتقات التستوستيرون and its derivatives راح يكون كلها هنا contraindicated. ما يصير. ليش؟ لأنه يصير عملية احتباس الصوديوم والكلورايد والووتر. وهذا congestive heart failure. إن شاء الله تأخذوا شو المعنى congestive. احتقان عضلة القلب. يصير القلب مات يعني swelling and خلينا نقول and then بعدين يصير لديه. فحالات استخدام الاندروجين هنا ممنوعة. contraindication ممنوع استخدام. عندكم اثنين infertility بحالات القلب. زين. حالياً وصلنا قلنا abnormalities of موضوعنا هسا abnormalities. يعني هسا احنا خدنا بصورة اعتيادية. hypothalamus, anterior pituitary gland, testes, testosterone inhibin وقبلها من البيتيتري FSH LH. هاي حالة اعتيادية وregulation مصورة منظمة. الآن عندنا حالات نسميها disorder. يعني حالات خلينا نقول اخفاق. حالات الأمراض. هذه الأمراض راح نقسمها إلى قسمين. حقيقة بس هاي يعني معناها أم هنا يعني حتى خاف. هاي أم هاي هنا أم. أنا راح هنا أكد عليها الكتابة. هنا أم. هنا أم. هايبوغونادزم. زين. هايبوغونادزم عندنا قسمين بيها. hypogonadism اللي هي primary hypogonadism و secondary hypogonadism. ال primary hypogonadism السبب وين؟ بالتستس. يعني disorder بالتستس. يعني اذا ماكو تستس function نتيجة سبب ما. مرات ماكو تستس بعد الولادة او هنالك يتعرض الى فد خلنا نقول تروما يتعرض إلى أمراض تؤدي إلى تلف التستس أو تستس كانسر أو anything. بالتالي راح يصير عنده primary hypogonadism. زين تبهو هاي the primary hypogonadism. primary hypogonadism. أما secondary hypogonadism المشكلة المشكلة بسبب آخر قد يكون بال anterior pituitary gland او قد يكون بالهايبوثالاموس. هذا راح ارجع للرسم حتى يكون عندكم واضح. رجاء انتبه لي وياي على الرسم. راح ارجع للرسم وهذا حكينا عليه. يلا عباس شوف هذا الرسم واضح. عباس واضح دكتور واضح. شوي خلينا نشوف شنو البرايمري وشنو السكندري. تبوا وياي تبوا. برايمري قلنا المشكله خلينا ناخذ هذا اصفر. المشكله قلنا هذا هنا ما هاي ما موجود اعتبرها ما تستس ما يعني وظيفه للتستس ما. السؤال الاول تستوستيرون اكل او ما تستوستيرون اكل او ما. يلا عباس كاظم. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله دكتور. ماكو تستوستيرون. ممتاز. هذا كافي. اذا السبب الاول ماكو تستوستيرون صفر نلقاه صفر. بس هذا مو صفر قريب من الصفر اعتمادا على الدمجينج فور تيستس. هاي السؤال الاول اذا ماكو تستوستيرون وهنا صار يعني قلنا ديس اوردر بالبرايمري بالتيستس. لاحظوا يا لاحظوا هذا الاف اس اتش والال اتش
شنو قالهم صاعدات او نازلات؟ خلينا نشوف الطالب مركز وياي. يلا فاطمه اسماعيل. تفضلي فاطمه اسماعيل، تفضلي. عليكم السلام، تفضل. نعم دكتور. يلا شو تقولين؟ كلن صاعدات. وياي يعني شنو الصاعدات؟ شنو هن الصاعدات؟ الـ FSH والـ LH. زين فاطمة إسماعيل، ليش صاعدات؟ اعطيني تفسير physiological interpretation. ليش صاعدات؟ لأن ما تحول للتستوستيرون. أنا أقول شكرا جزيلا لفاطمة إسماعيل، جوابها صحيح لكن أريد التفسير. خلينا نشوف من اللي عنده تفسير آخر. ها يلا مجتبى، تفضل. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور يكون التركيز المتزايد لأن هنا من ينفرز أن يتحول بالتستس إلى تستستيرون وانهبت، فإذا ماكو تستس فما راح يتحولن فيكون تركيز عالي. واي؟ سبب لأن عدم وجود تستس. واضح ماكو تست صحيح. ليش صاعدات؟ خلنا نخلي هنا سهم بفوق، هذا سهم يعني معناها تركيز صاعد. ليش صاعدات؟ ليش يبقون دائما يصعدن سهمين بثلاثه؟ شكرا جزيلا الى مجتبى. خلينا نشوف الطالب اخر ايضا. يلا صادق غازي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. دكتور راح يصعد لان التستوستيرون من يصعد هو راح يسوي النيجاتيف فيدباك، فما راح يصير نيجاتيف فيدباك، راح اذا there is lack of negative feedback mechanism. هاي راح اخذ خط احمر حتى تكون عندكم واضحه هاي الطريقه. عافيه صادق، هذا ما راح يكون موجود. فاذا كان ما موجود يكون دائما في حاله بوزيتيف سكريشن، يعني الجسم جاي يريد يحتاج التستوستيرون يعطي اعازات للهايبوثالاموس والبيتيتوري جلاند الى التستوستيرون، ما يحس انه التستوستيرون غير موجوده فيعطي اعازات مستمره يبقى تركيزه كله صاعد. هسه عرفنا بالبرايمري، من عنده سؤال على البرايمري؟ من عنده سؤال على البرايمري حتى نخلص من هذا الموضوع حتى احول للسكندري؟ يلا عافيه، من عنده سؤال على البرايمري؟ من عنده سؤال على البرايمري؟ من ما واضح عنده البرايمري؟ صادق رافع ايدك، شنو عندك سؤال؟ عباس كاظم رافع ايدك، زين. من عنده سؤال؟ من يريد توضيح عليه؟ مهم جدا هذا السلايد. العفو دكتور، بالغلط نسيت. تمام. يلا محمد كامل، موجود محمد كامل؟ محمد كامل موجود؟ أو غير موجود محمد كامل؟ مريم رسول موجودة؟ مريم رسول؟ نعم دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مريم. عليكم السلام ورحمة الله. أي والله عيدي لي، ولا زحمة عيدي. لا رحمة دكتور، بالبرايمري راح جسمه راح يرتفع تركيز ال LH وال FSH because هذا لك feedback mechanism، وبالتالي ما راح يتكون الانهبين والتستوستيرون. ممتاز. زين دكتور عندي سؤال. يلا عافية قولي. دكتور ال FSH وال LH راح يظل مرتفع زين، وين راح يروحه؟ قصدي شنو وين راح يروح؟ يعني اذا ظل المرتفعات راح نستخدم علاجات، او وين يعني هذا الارتفاع شلون راح يصير؟ وين راح يكون مكانه بالضبط؟ يعني قصدك يعني يبقى دائما مرتفع؟ اي بالضبط يبقى دائما مرتفع. اما هو الهرمون البروتين الى هالف لايف، ينتهي هالف لايف يجي بروتين ثاني يسمى بروتين تورن اوفر، هدم وبناء بالبروتين داخل الجسم يبقى بصوره مستمره. تمام، شكرا دكتور. اهلا بكم. طيب محمد تفضلي. دكتور بالنسبه للتستوستيرون هنا هو ما راح يصير فيدباك ميكانيزم لانه ماكو تستوستيرون، زين ماكو مكان ثاني ينفرز من عنده حتى يسوي الفيدباك؟ والله كلش شديده الانتباه، مو صحيح؟ شديده الانتباه. طيب يا محمد، وانا هذا السؤال التالي اريد اساله،
ماكو ماكو تستوستيرون بالميل او بالميل مصدر ثاني له. وين المصدر الثاني؟ يلا طيبه محمد وياي، عافية طيبه محمد، مركزه على الموضوع. اكو جلاند ثاني تفرز التستوستيرون، قلنا من الادرينال جلاند، عافية، من الكورتكس، من الكورتكس. لا تقول الماديولا، معوده كاتيكولامين ذا كورتكس، من الكورتكس. لكنه قلنا حتى يصير فيدباك ميكانيزم there is a threshold level، حتى يتحقق threshold level for هرمون حتى يصل إلى حالة النيجاتيف فيدباك ميكانيزم threshold level. طيب محمد. نعم دكتور، يعني مدى ذاك المصدر ما يوصل إلى threshold، ما يوصل. تمام تمام زين. بعد يلا عباس عبد الكريم. دكتور، اذا كان عندنا نقص بالتستوستيرون بسبب البرايمري، يعني نقدر نروح للادرينال كورتكس ونحفزها ونسد هذا النقص؟ اكو شيء يعني؟ والله يا عباس، اذا حفزت الادرينال كورتكس على اطلاقها هاي مشكله راح تسوي، يعني نعوض. لا، انت تقدر تعوض بعلاجات خارجيه وتخلص من المشكله هذه، مو احسن لك؟ صحيح. ليش تروح تحفز لك فد جلان والتحفيز الجلان اكثر من اللازم وهي نورمال وما بيها مشكله؟ راح تصير بيها هايبر سكريشن. ليش يعني؟ او هايبر سكريشن الى هرمونات اخرى من نفس المكان يتم صناعه. تمام سين. الان اعتقد خل اسوي كلير، احول الى السكندري، احول المن الى السكندري. بحاله السكندري هايبو، هايبو اسمعني كلمه هايبو وليس هايبر. حالة السكندري المشكلة مو بالتستس، المشكلة وين؟ هنا. هسه عم نقول اكس يعني مو فد مرة صفر مسافرين، يعني تحفيز ما. هسه هنا اف اس اتش والال اتش راح يكون ايش بيهم؟ قليلات. هم اصلا اكو فد ديفكت هنا. وبالتالي التستوستيرون ايش بي؟ راح يكون قليل. هاي الحاله بما انه التستوستيرون قليل سميناه هايبو جونادزم، لان هي على الجوناد. هايبو جونادزم، نبحث عن السبب، لقينا الاف اس اتش والله نازلات، اذا هو سكندري. زين، في هاي الحالة إذا تتخيل الصورة العلاجية إيش راح نسوي؟ شو قبل شوية تخيلت الصورة العلاجية إنه التستوستيرون نطي، بس إيش راح يطون في هذه الحالة؟ خلينا نشوف واحد شوية منتبه. زين، يلا يا من راضي. دكتور، نحفز الأنتيريور بيتيوتري جلاند. واحد من الحالات تحفز الأنتيريور بيتيوتري جلاند. حتى تحفز لنا الآل اتش والأف اس اتش. بعد أكو حل آخر، بعد أكو حل آخر. ننطي اف اس اتش وال اس موجودات، لان اثنينات الهرمونات موجودات، از هرمونال براكس موجودات، نطيت. زين، بحاله السكندري وبحاله البرايمري المشكله الرئيسيه يا اين شنو هي؟ بالميل. بالميل التستوستيرون ما راح نحصل تستوستيرون، وبالتالي راح تقلل الهايبوثالاموس البيوتيسري جلاند، هم يقلن افرازاتهم، وبالتالي يصير عقم، يصير انفيرتيليتي. انفيرتيليتي اور استيريليتي. ممتاز. من عنده بعد سؤال على السكندري حتى نخلص الموضوع البرايمري والسكندري؟ يلا محمد علي موسى، عندك سؤال؟ دكتور، يعني بهاي الحالة بالنسبة للهايبوثالاموس هم راح تستمر بإفراز الجي إن آر إتش وبدون نتيجة، هم راح يصير بها زيادة؟ تمام، بس إذا كانت قلت أنا قبل شوية المشكلة هنا، مو صحيح؟ أو قد تكون المشكلة هنا، أو قد تكون المشكلة هنا. يعني أقصد المشكلة مو بالتستس جلاند، المشكلة في منطقة خارج التستس. تمام زين. من عنده بعد سؤال؟ يلا طيبة محمد، حتى نحول من هذا الموضوع. دكتور، اذا بالسكندري مباشره انطي علاج، انطي قبل تستوستيرون، هنا التستوس جلاند مو راح تكون يعني انهبيشن؟
ثاني مجال الالات المجال حاله السكندريز قلنا ايش نطيب؟ اذا انا مباشره انطي تستوستيرون. ها انت بحاله السكندري احنا قلنا اثنيناتهم ان هايبو التستوستيرون محصرا هو قليل، فبالعلاجات يعني قصدك علاج الانفيرتيلتي بهاي الحاله راح ينطي الاف اس اتش والال اتش ويعطى التستوستيرون هو ما يعطى اول فتره، يعني راح يقيسون التستوستيرون. هو مرات ايضا ما راح يعتمدون على التستوستيرون، ايش يعتمدون؟ يعتمدون على حاله السبيرماتوجينيسيس صارت لو ما صارت، يعني يقيمون عمليه يقيمون عمليه الايفالويشن اوف سبيرماتوجينيسيس او ما يسمى بالسيمينال فلويد اناليسيس، يشوفون السبيرم الاكتيفيتي الكاون السبيرم. عليكم السلام. لا شلون صح سريع هسه خلص يشوفون بهاي الحاله ايفالويشن للسيمينال فلويد. فاذا صار ايفالويشن للسيمينال فلويد راح اذا اكو تحسن يعني معناها اكو تستوستيرون ورجع نشاط تستس الى وضعه الطبيعي. اذا ما اكو تحسن ما يحتاج، واذا كان لا لابد من هنالك مشاكل مثلا سكندري ميل سكشوال كاركترستيك فراح يعطوني يضيفوا له في حالات يضيفوا له التستوستيرون او التستوستيرون ديريفيتيفز، مو بس التستوستيرون ديريفيتيفز او ما يسمى الاندروجين. انا اقول اندروجين يكون كلام اوسع الله بخير. زين هسه انا اعتقد خلصنا من هذا الموضوع اللي هو الميل. بحاله الفيميل الاندوكراين اوف ذا فيميل از اوفاريز، فاحنا راح ايضا بما انه محاضرتنا اندوكرينولوجي راح ناخذ فقط الاوفاريز. بي ذا تو برينسيبل فانكشن اوف اوفاريز اللي هو الجيماتوجينيك فانكشن اللي هي الاوجينيسيس، حالات الاوجينيسيس اللي شلون تتكون الفوليكلز داخل الاوفري، والاندوكراين فانكشن منو اللي ينظم هاي حاله الاوجينيسيس. احنا اخذنا بالميل البروسيسز المهمه اللي هي سبرماتوجينيسيس وتحت تاثير الهرمونال اللي هي اف اس اتش ال اتش وتحت تاثير التستوستيرون. لاحظوا تقارن مع الاوفاريز الحاله اللي نحتاجها للبروسيسز داخل الاوفاريز اللي هي الاوجينيسيس والاندوكراين المسيطر عليهم هرمون. هرمون من هم الهرمونات؟ نفس الكلام، هرمونات اللي تطلع من الانتيريور بيتيتري جلاند اللي هي اف اس اتش وال اتش، والهرمونات اللي تطلع من الاوفري اللي هي الايوستروجين اند بروجستيرون. هذا مقابل ذاك نفس الطريقه بالضبط. هناك السبرماتوجينيسيس، السبرماتوجينيسيس مهمتها حتى تكون السبرم ماتشور اند از فيري امبورتنت ان فيرتيليتي اور فيرتيلايزيشن اوف اوفر. بحاله الاوجينيسيس هنا عمليه تكوين الفوليكلز، عملية تكوين الفوليكلز داخل الأوفري تمر بمراحل ثلاث، تمر بمراحل ثلاث. أنا برا اسمها مخليها لكن أعطيكم الفكرة هسه. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الفوليكولر فيس قسمها إلى ثلاثة فيسز، ثري فيسز. فيسز 1 فوليكولر فيسز اللي تحت تأثير اف اس اتش. ثاني ovulation phases دور الإباضة وهي تحت تأثير الـ LH غالبا أكثر واحد، ومن بعدها طور الـ utilizing phases after ovulation وتكون تحت تأثير بروجستيرون. زين and estrogen طبعا يعتبر الهرمون اثنين after ovulation for the oogenesis. خلال عملية الاوجينيسيس راح يتكون الاوفا اللي هي تمر في مرحله تقسيم للخلايا، وبحالات الميتوسيس يعني تكون مستمره في الميتوسيس حتى تكوين الاوجوني، الاوجوني او ما يسمى بالماتشور فوليكلز اللي راح ناخذها برسم هسه ان شاء الله بالفيديو. فد ملاحظه مهمه على النورمال ريبرودكتيف لايف اوف ذا اباوت، يعني عندما تكون عمره 30 سنه 30 سنة from 13 لاحظ 13 إلى 42 سنة about 450 over are exploded and remainder degenerated، يعني كل ما تكون
الفيميل في حالة اليونج تكون عدد الأوفا يكون أكثر مما توصل إلى قريبة من مرحلة سن اليأس اللي هي البوست مينوبوسال وومن. زين، تقييم الأوفري، تقييم الأوفري هناك مشاكل كثيرة بهاي الحالة، مشاكل وديزيز وديس أوردر، أنا حقيقة يحتاج لها في محاضرات كثيرة حتى واحد يغطي هذا الموضوع، لكن احنا موضوع اسمه النورمال اندوكرينولوجي اوف اوفري. حتى واحد من عمليات تقييم الفوليكلز فورميشن او خزين الفوليكلز داخل الاوفري، واحد من او بالبحوث وسماش يعني حالات البحوث ما يسمى بالانتي مولاريان هرمون. هذا الانتي مولاريان هرمون حاليا جاي يقيسوه، فاذا كان الانتي مولاريان تركيزه كلش قليل جدا يعني معناها عدد البيوض الموجوده كلش قليله، يعني قريبة تكون الفيمل قريبة إلى سن اليأس حتى وإن كانت في مراحل 30 وقيسوا، يعني هنا هنالك الكوفيد ديفكت بالأوفري يحتاج التداخل العلاجي. أما إذا كانت أنتي مولاريان بصورة طبيعية لاحظها في الأعمار اللي هي 20 إلى 30 تكون هرمون كلش عالي، وبالتالي الأوفر والفوليكلز كميته كلش عالية، وبالتالي تكون أكثر نضوجا وأكثر خلينا نقول الـ number of follicles، بينما إذا كان هذا الهرمون طبعاً يقل بزيادة العمر. لذلك عملية تقييم الأوفري راح تكون تعتمد على بعض هذه التقييمات، وبخصوص الأنتي مولاريان حالياً طبعاً جاي يسووه بخصوص في البحوث وعالات رابطة مع كثير من الأمراض. انتبهوا يا قلنا إحنا مرحلة تكوين الفوليكلز تمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي البرايمورديال فوليكلز أو إلها تسمية أخرى تسمى الفوليكلر فيس، تكوين الفوليكلز، بعدين السكندري فوليكلز، بعدين التيرشيري فوليكلز، حتى توصل غريفيان فوليكلز. غريفيان هي هاي اللي تكون أكثر يعني ماتشور فوليكلز، هي اللي راح يصير عملية الفيرتلايزيشن بها بالفاليوبيان تيوب، and then تكون مهيئة إلى حالات الكالتشرين داخل الاندوماتيريوم of يعني الابيثيليوم of endometrium. كل هاي العملية اللي تكون اللي يسموها oogenesis، تكوين الفوليكلز تحت تأثير الاندوكراين هرمون female sexual endocrinal hormone اللي هو FSH and LH and estrogen and progesterone from the ovary. The endocrine of the ovary راح تفرز لي هرمونين أو تصنع لي هرمونين. الهرمون الأول اللي هو الاستروجينز and progesterone. هو نفس الكلام ده اللي صناعتنا منين related from the cholesterol. حتى نرجع إلى المخطط الأول اللي شفناه اللي هو أكو استروجين وأكو بروجستيرون. لاحظ هذا المخطط شوي راح يصير عليه كلام. انتبه لي لهذا المخطط، انتبه لي لهذا المخطط شوي، مهم هذا المخطط ايضا حتى نقول لكم شلون راح يشتغل بعض الحبوب اللي هي مثل علاجات منع الحمل او علاجات الكونتراسبتيف دروكس. انتبه وياي، ناخذ هذا القلم واخذ يا لون عباس ازرق. لاحظ هذا باليوم صفر، هذا الاكسس نعتقد هذا المرحلة الاول، هذا المنسترال سايكل اباوت خلينا نقول نورمال 28 to 35 28 35 خذها 28 هسه خلي بالك 28. لاحظ اول بدايه تكوين الفوليكولار فيس، هذا الفوليكولار فيس شو راح تتكون الفوليكلز. الفوليكلز تمر في مراحل عمليات مايتوسيس حتى تصل الى حاله غريفيان ماتشور فوليكلز. لاحظ هنا راح انا اسالك هسه السؤال هنا حتى تكون انتباهنا واضح. خلي هنا من المسؤول عليه يا هرمون؟ من نشوفه يا اهل مركز وياي، يا هرمون مسؤول عليه؟ شوف واحد يلا زهراء لؤي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله.
الاف اس اتش هو الهرمون المسؤول عن اف اس اتش فوليكولار من اسمه فوليكولار ستيميليتنج هرمون يصنع فروم انتيرير بيتيتري جلاند ويوصل الى الاوفري يصير ستيميليشن تو فورميشن اوف فوليكلز. اذا هاي عمليه الاوفيوليشن تحت تاثير الاف اس اتش. خلاص وصل الى حاله الماتشور اللي هي الجرافيان. طبعا بالجرافيان لاحظ هاي الفتره تقريبا خلينا نقول ال 12 يوم الاولى كنت بتقول ال 14 دايز الاولى تكوين الجرافيان. هذا الاسبوع الوسطاني لاحظ هذا الاسبوع الوسطي هذا من نالي يا هرمون مسؤول هذا الفيز شو اسمه اوفيوليشن. الهرمون من المسؤول عليه انا اشوف. يلا بنين حيدر ياسر. نعم دكتور ال اتش اللي اسمه اليوتيلايزنج هرمون اليوتيلايزنج هرمون شوفوتهم بالاحمر صاعد. يجي الفيس الاخر الاخير اللي هو بعد الاوفيوليشن هذا تقريبا الاسبوع الوسطي ولذلك عمليه الاوفيوليشن تحدث في الاسبوع الوسطي. لذلك عمليه الفيرتلايزيشن النورمال منسترال سايكل ان ذا ميدل تايم اوف اوفيوليشن ميدل تايم اوف منسترال سايكل اللي هو ذا سكند ويك اوف menstrual cycle. هنا لاحظي هنا هذا المنحني هذا لهنا من المسؤول عليه. يلا خلينا نشوف المنتبه هسه هنا المنتبه راح يبين ناخذ واحد منتبه جدا. يلا زهراء حيدر. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. يلا عافية زهراء. بروجستيرون والاستروجين. ممتاز زهراء حيدر سويت بما انه ذن الهرمونات ال اتش و اف اس اتش راح للاكس اكسز وصلا نزل المستوى مالهم نزلت لهذا الفيجر الثاني اللي شافت انه اكثر واحد منه زهراء حيدر اكثر واحد منه هو الاستروجين. لا لا على كيف اشتغل لي هذا الخط الازرق بروجستيرون. إذا أكثر واحد بروجستيرون ومن بعده من هو أقل من عنده؟ استروجين. زين هسه السؤال شكرا إلى زهراء. السؤال هنا لاحظوا يا السؤال السؤال هنا السؤال هنا عرفنا هسه الهرمونات اللي تجي من الانتيريور بيتيتري جلاند المسؤولة عن عملية الأوفيوليشن. هسه الهرمونات اللي جاية منين من الأوفري الاستروجين يمتى يكون بأعلى مستوياته؟ لاحظ أعلى مستويات يمتى يكون؟ هذا الاستروجين يمتى يكون بأعلى مستوياته؟ يا فيس ويا فيس. يلا فاضل علي. فاضل علي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور بالفوليكيولار دكتور يكون الاستروجين. يكون أكثر استروجين وبعد وراه شوي هم يكون عالي يمتى؟ المستوى الأخير. صح لو لا؟ نعم دكتور. زين. انتبه. بس برجسترون أكثر. اثنيناتهم البروجسترون عافيه زين انتبهوا هذا نورمال. هسه انا احكي نورمال. هل من المعقوله هذا النزول؟ لاحظ النزول الهرمونات سواء كان مال الاوفري او سواء كان مال الانتيريور بيتيتري جلاند وبالتالي راح تكون بدايه المنسترال سايكل الثاني راح ايضا تجر هذا خلينا نكتب عليه 2 ام منسترال سايكل. مرات يلفظوها منسترال مرات منسترال سايكل هاي 1. لاحظ اريد هنا اتاكد هنا عفي هنا شوف بارك هنا هنا بهاي المنطقه الاخيره اليوم الاخير قبل ما يجي السايكل الثاني اريد مستوى الاستروجين والبروجستيرون عاليات لونا لو قليلات. هنا اللي جاوبني يكون ايضا مركز وياي. يلا زهراء حميد شاركت زهراء حميد كله ما شاركتي. السلام عليكم. عليكم السلام زهراء حميد. يلا زهراء حميد يلا عافيه. الدكتور تكون منخفضه. منخفضه زهراء حميد. اذا اصعد ذني وياي اذا اصعد تركيزه خليه مستمر اكيد حصير خلل. تركي كلمه اي شو راح يصير؟ يصير ديزيز او خلل بالمبايض. يمكن يصير ديزيز ويمكن يصير خلل بالمبايض. واحد اكو عندنا احتمال ثاني غير الباثولوجي باثولوجيكال يعني سالت اخذت باثولوجيكال صار اكو احتمال ثاني
من المنتبه عليه هذا؟ خلينا نشوف يا بي، خلينا نشوف من اللي بعد عنده فكرة أخرى. يلا أديان، تفضل أديان. شكرا عيني، شكرا أديان. عليكم السلام، شو تقولين أديان؟ بسوي نيجاتيف فيدباك. عافية، إلما النيجاتيف فيدباك ميكانيزم للهايبوثالاموس، بالتالي راح يسبب عقم. أحسنت، يسبب عقم. زين، نقدر هاي الحالة إحنا نستخدمها as a drugs، بس ما نستخدمها حتى يصير عقم، حتى نقلل من عملية الأوفيوليشن ومن عملية الإنجاب نقدر نستعملها لو لا؟ شكرا جزيلا. خلينا نشوف ممكن واحد مركز بعد وياه. شكرا جزيلا. يلا يا شوف من اللي مركز وياي بعد. شيماء كامل، تفضل شيماء. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. نعم دكتور، نقدر نستخدمها لأن راح تقلل مستوى هرمون الـ FSH والـ LH، وبالتالي نستخدمها بحالات دراكس حتى نمنع الحمل. شو تقولين؟ اي نعم دكتور. اذا حبوب او علاجات منع الحمل اكثريتها تعتمد على هاي الميكانيزم. نرفع، شوفون مكونات ان شاء الله من تطبقون تشوفون مكونات بروجستيرون والاستروجين، يصير كومبينيشن مرات او ديريفيتيفز فروم ات. سو من نرفعها راح تكون تزيد من النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، وبالتالي تقلل هاي السايكل كلها ما موجوده، يعني ماكو عمليه اوفيوليشن، ماكو فوليكولار، ماكو عمليه الاوفيوليشن، ماكو جرافين، يبقى مستمر. هنالك يعني تركيز طبعا استخدام العلاج حبوب المانع، لو تشوفون العلاجات في خلف الشريط هنالك اسهم يجب اتباعها من التركيز العالي فالاوطأ يعني على السهم. ليش؟ حتى ما راح يكون دائما نيجاتيف فيدباك ميكانيزم وبعد ماكو انجاب، يعني في الحاله هاي راح يصير يعني مشاكل سوشيال وكذا. فاحنا ليش نوصل لهالمرحله؟ يعني احنا نقول هذا الميكانيزم اوف دراك. خل امسح وراح اعطيكم بعد سؤال، خلينا نشوف منو شديد التركيز وياي. هسه لا باثولوجيكال، تبوا وياي، لا باثولوجيكال ولا مستخدمين دراكس، وبقت هاي التراكيز مستمرة، لا يوجد حالة مرضية ولا يوجد دراكس مستخدم. الإجابة إلى ستار. أنا نشوف إذا كثير الأيد رافعيها يعني الفكرة واصلة. نور الهدى حسين، يلا نور الهدى حسين جاوب. ويانا نور الهدى حسين. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. يصير disorder بالmenstruation؟ مو قلنا احنا ماكو باثولوجيكال، يعني ما عندنا ديزيز وما مستخدمين دراكس، لكن ذن الهرمونات اثنين مستمرات، يعني هذا بالخصوص البروجستيرون يبقى مستمر. شكرا الى نور الهدى حسين. واريد طالب يعني شوف من ما شاركوا، اذا واحد رافع ايده من ما شاركوا شوف من يلا شيماء كامل، يمكن شيماء كامل. يلا شيماء كامل والله شاركت. نعم دكتور. شاركتي مو شيماء؟ نعم دكتور. يلا تفضلي، ايش راح يصير دكتور؟ ما راح يعني يصير حمل ويصير يعني خلل بالمنستر، يعني ماكو اصلا. شكرا جزيلا الى شيء ما كامل ومداخلته هي مشاركه. يلا خلينا نشوف من اللي عنده فكره. سارة حميد، هم شاركتي سارة حميد؟ شاركتي اللي ما شاركتي يلا قولي يا زهرة. دكتور من يصير يعني بحالة العقم أو مثلاً إزالة زهرة حميد؟ انتبهوا، ماكو، أنا جاي أقول ماكو حالة ديزيز باثولوجيكال، ماكو ولا ما أخذ دراكس. أي دكتور يعني ما حصير إباضة أو ما حصير يعني تبقى مرتفعة، ذلك ما حصير. شو اسمها؟ بيا حالة هاي تبقى مرتفعة. يا بشكرا الى زهراء.
دكتور. خلينا نشوف من هو اللي عنده بعد. ام البنين، سلام الله على امك. يلا يا ام البنين. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. دكتور، تصير ارتفاع بحاله انه البريجنسي مثلا. ممتاز. يا ام البنين ما قلتيها من البدايه وخلصتيني. كنت اعرف المعلومه بس ما كنتش متاكده. يعني انا جاي اقول لكم لاكو باثولوجيكال ولا اكو دراكس ماخذين، ولذلك يبقى مستمر البروجستيرون خلال فتره الحمل ويعطي. فلهذا السبب، فلهذا السبب تتوقف البيريود خلال الحمل. تمام، ولذلك لانه هو فروم يوتلايزنج بوديز يبقى مستمر في سكريتد اوف بروجستيرون ويبقى مستمر. زين، فاذا جبنا لكم اياه هذا، يعني اذا جابوا لكم اياه كيس يعني لازم تكونون دقيقين في الاجابه، مو تروحون يمين ويسار. زين، خلينا نشوف من رفع ايده عند داخل. من عنده مداخل، عنده سؤال، عنده شيء؟ يلا نور الهدى حسين، رافع ايدك بالاشتباه. زينب بن عمان تفضلي. نعم دكتور، اذا مثلا استمر الافراز مالتهن وما صار حمل، يعني هذا هم يعتبر حاله مرضيه غير اللي ذكرتيها؟ شيء طبيعي. واضح، انا قلت حاله مرضيه، انا قلت الحاله المرضيه سويت لك سكلودد، ماكو يعني ماكو مرض، انا قلت نو باثولوجيكال نو دراج يوزد، يعني مو حاله مرضيه، يعني حاله فسيولوجيه، فسيولوجيكال بريجننسي تعتبر فسيولوجيكال فينومينا، ظاهره فسيولوجيه موجوده داخل الجسم. تمام زينب، تفضل. طيب بالنسبة للمستويات مال الاستروجين والبروستاتين، اي دكتور، بالسنة اليأس راح تزداد لو تقل؟ بما سنة اليأس راح يجيك هسه. زين، حالة سن اليأس، والله هذا يمكن جايبه للثالث، انا جبت السؤال بالموت بوست مينو، لا هسه انا ما راح اجاوبه هذا، تريد ليش؟ طيب محمد خليه بالاستعدادات مال التلفونشن، كاتبها نوت واحد ملاحظ، خلي بالصراحه ذكرت. سوره ثائر تفضل. سوره ثائر ويانا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور بس عندي سؤال. يلا تفضل. البروجستيرون مو يرتفع من خلال الحمل او هم يرتفع خلال المنستريشن؟ اي يرتفع خلال المنستريشن سايكل after ovulation، يعني من خلال من تقدم بالعمر مثل يقل افراز البروجستيرون. نفس السؤال. طيب نفس السؤال. طيب مو صحيح، نفس السؤال. طيب هسه انتظروني راح انا اجاوب. تمام ماشي لك، اعتقد بعد ما داخل على الموضوع. عندنا الان function of الاندوكرينولوجي of female اللي هو الخاص ب الاستروجينز. حقيقه الاستروجين يعتبر related to female reproductive action، وقلنا هنالك very small amount of estrogen in male from the cortex. زين، اول وظيفه مهمه جدا بحالات reproductive action اللي هي at puberty estrogen is secreted larger amount، ومسؤوله عن the growth and development and genital organ and secondary sex characteristic. خلينا نجمل بذيك القضيه بنقطتين اللي هن مسؤوله عن عمليه الديفلوبمنت اوف فيميل ريبرودكتيف سيستم. ننتقل الى افكت اون بون. افكت اون بون. طيب يا محمد وياي. طيب يا محمد، والغالب ان هي سرعه اثنيناتكم تكون هناك. لوس اوف ايستروجين اكشن. ليش لوس اوف ايستروجين اكشن؟ افتر مينوبوز شيفت ذا بون بالانس توورد بون ريزوربشن، ولذلك تصير بها حاله الاوستيوبروسيس. هشاشه العظام واحده من اسبابها هي هرمونيه. راح تكون الاوفريز ما راح سكريتد ايستروجين، ما راح يصير لها secreted of estrogen. الاستروجين عندنا 3 active form E1 E2 E3.
الاي 2 هو الاكتيف فورم الايوستروجين، الاكتيف فورم اللي يعطي الفعاليه، لانه الاستروجين الايوستروجين مهم جدا في حاله جروث اوف ذا بون من خلال زياده فعاليه الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي بالبون. عنده تو سيل اوستيوبلاست اند اوستيوبلاست، الاوستيوبلاست اكتيفيتي راح تكون كلش قويه وبالتالي راح يكون growth of the bone. كذلك يصير عملية mineralization of the bone، كالسيوم وفوسفيت يروح وين؟ للبون. تثبيط عدم وجود هذا الهرمون اللي هو الاستروجين نتيجة البوست مينوبوزال، يعني الأوفري ما راح يفرز، ما راح يتأثر بالFSH والLH، وراح يكون الايوستروجين كلش قليل جدا في هذه الحاله. فنلاحظ انه الانتيريور هرمون راح تكون عاليه، لانه شبه راح يكون المشكله تكون برايمري. صراحه نقول شنو انواع برايمري اوفري برايمري هايبوغونادزم، وبالتالي راح يكون الايوستروجين والبروجستيرون قليلات جدا. يلا طيب محمد تفضل. دكتور يعني إذا أكو العلاقة بين البون والاستروجين، معناها إذا شخص مثلاً رياضي أو عنده لياقة ممكن إنه يتأخر سنة اليأس عنده؟ شخص لو شخصه يعني بنية فيميل الفيميل، خلي يكون سؤالك واضح. طيب عيدي لي إياه. دكتور يعني أكو علاقة بين البون وبين الاستروجين صح؟ ممتاز ممتاز. فإذا إحنا قلنا إذا أكو هشاشة معناها راح يقل، زين إذا هي العظام يعني تكون هي عندها لياقة مثلاً وإنه عظامها سليمة ممكن إنه يتأخر سنة اليأس لو؟ شوفه طيب، موضوع اسمه الأوستيوبوروسيس اللي هو decrease in mass of the bone. حقيقة هذا الأوستيوبوروسيس هو multi factorial disease، يعني أكثر من سبب، أكثر من سبب. نشوفه إنه موجود بالفيميل more than male، وبخصوص اللي يوصلون للسن اليأس، لانه واحد من اسبابه هو سبب هرمون. فاذا صار ريجوليشن للسن اليأس، مرات يوم السن اليأس يقيسون يعطون علاجات فيميل سكشوال هرمون لعلاج الاوستيوبوروسيس، ويحافظون ضمن تراكز معينه ودوزز معينه، راح يتم علاج الاوستيوبوروسيس باكثر من سبب. واحد من الاسباب اذا كان بالفيميل عمرها كبير راح تكون اكثر عرضه للاوستيوبوروسيس مما اذا كان بالميل، او اذا كان بالفيميل باعمار اقل من المينوبوزال ومن. تمام طيب يا محمد تلقى لي واضح، يعني عندكم الفكره واضحه. دكتور عادي تعيد هذا السلايد اللي هو الريليشن شيب بتوين بون اند استروجين. تمام استروجين، خلينا نتفق الاستروجين الاكتيف فورم مالته اللي هو الاي 2 ايش راح يسوي؟ يزيد الاوستيوبلاست اكتيفيتي، يزيد فعاليات العظام النمو مالته. اذا صار بينهم راح يحفز المينراليزيشن اوف كالسيوم والفوسفير يصير بالبون، لانه اكو فد ماتريكس موجوده مهيئه الى البايندينج فور ذيس مينرالز، بالتالي راح يصير البون نمو طبيعي. فرض انه استروجين ماكو، فعمليه بالعكس راح تصير مينراليزيشن قليله، الاوستيوبلاست اكتيفيتي تكون قليل، راح تتحفز الخلايا الهدميه، بالتالي راح يكون اكثر عرضه للكسر. شوف عظم المراه بالفيميل بالبوست مينوبوزال يكون اكثر عرضه للكسر، لانه هي توصل اوستيوبوروسيس، اذا كان الهرمونات راح تكون قليله عندها بخصوص الايوستروجين. لذلك واحد من العلاجات في علاج الاوستيوبوروسيس بالفيميل بالبوست مينوبوزال راح ينطوها الايوستروجين. تفضل عباس. دكتور مستويات الاستروجين بالذكر هي منخفضه، احنا قلنا بالبدايه، فليش يكون العظام اقوى عندنا؟ احنا خوب يعني مستوى قليل عندنا خوب، احنا ممتاز ممتاز، لان عندنا احنا الداي هايدرو تستوستيرون، عندنا التستوستيرون عالي. ها يعني هم ياثر عليه. اي ما عندنا هناك، عندنا الميل سكشوال هرمون اللي هو التستوستيرون اند ديريفيتيفز. من عنده بعد سؤال على هذا السلايد؟ effect on metabolism protein metabolism estrogen cause positive nitrogen balance day to growth promoting effect الى تاثير نمو، لذلك راح يصير protein metabolism. fat metabolism يعني تاثير على الدهون cause fat deposition on subcutaneous tissue
in the breast and the thighs. يعني هذا في morphology of female differ from morphology of male, and this is related to different in sex hormone. تأثير آخر on water and electrolyte balance. Estrogen مثل steroid سوي salt and water retention in the body and produce free menstrual tension in some women. لاحظ إحنا في حالات زيادة الأستروجين شوية راح يكون زيادة بالwater retention بالsalt. ولذلك في بداية يعني الأستروجين كل ما يكون صاعد كل ما نشوف subcutaneous water اللي يكون خلينا نقول الفاسكولاريتي اوف بلاد راح تكون حاله فازودايليشن يختلف. يعني هذا المورفولوجي الموجود بالاناتومي اند هيستولوجي اوف ذا فيميل اند ذان ذا ميل از ريليتد تو الهرمونال ديفرنشيشن افكت اون سي ان اس سنترال نيرفوس سيستم. استروجين ار ريسبونسبل فور استرس بيهافير in animal هاي خاصة بالبحوث and increase in the libido in human females. Estrogen also act on other areas of the brain and affect neural discharge and those effect on the brain functionality. حقيقة احنا واحدة من قلنا الوظائف اللي هي sexual اللي هو secondary sexual characteristic جمعناها بهاي القضية انه مسؤول عن كثير من الامور. طبعا كانت في بعض الدراكس واعتبرها يعني illegal لحد الان ما موجوده كلها تستخدم increase the libido for the female. هاي الحمد لله انقرضت لانه حقيقه ادويه كثيره غير مرخصه وتم التخلص منها. زين effect on skin. لاحظ انه السكن of female more softness than the male. هذا related element كذلك للأستروجين. الأستروجين ولذلك يعني حقيقة هنالك خلينا نقول مركبات قد تكون topical قد تكون systemic تستخدم في حالات الدرماتولوجيست يعني يستخدمون جماعة الأطباء الجلدية أو شيء أو يعني النساء يستخدمون الأستروجين topical حتى يستخدم لعلاج خلينا نقول dryness of the skin. هرمون الآخر اللي هو البروجستيرون. هذا الأستروجين خلصنا من الثاني واحد اللي هو البروجستيرون. البروجستيرون is very important. عرفنا يمتى يصعد. يصعد after ovulation. بالutilizing phase. بالend period. بالend time of menstrual cycle. Action on uterus. Progesterone is responsible for secretory phase. يعني هي اليوترس الاندوماتريوم حتى يوفر الاندوماتريوم المهمه جدا حتى تلتقي الزايجوت ريسيف ذا زايجوت افتر ذا سبيرم وذ اوفر فيرتيلايزيشن راح نسميه زايجوت. الزايجوت تحتاج لها خلينا نقول ارضيه لعمليه الفيرتيلايزيشن وبالتالي راح تكون مهمه جدا في تهيئه بطانه الرحم الى البيضه المفصله. It decreases the uterine motility. Decreases the uterine motility. طبعا هاي الفقرة تفيدنا شوفوها احنا يعني راح نشوفوا انه يستخدم البروجستيرون في حالات الحمل في حالات التقلصات يعني الموجودة بعد الحمل في حالات الحمل المهدد بالاسقاط يستخدم بروجستيرون لفترة طويلة الى حد ما قبل الولادة بفترة معينة لانه يقلل من الموتيليتي يقلل من هاي التشنجات الموجودة في اليوترس وبالتالي يحافظ على الجنين. طبعا شلون يقلل من اليوترين موتيليتي الميكانيزم مالته بالتالي يقلل عمليه الكالسيوم شانل بروتين. يعني الكالسيوم اذا ما دخل الى داخل الخليه ما راح يصير اكشن بوتنشال ما راح يصير عمليه المصل كونتراكشن اللي اخذناها بالكورس الاول. ثانيا ديكريز ذا نمبر اوف استروجين ريسبتور اون ذا مايوميتيريوم يقلل من تاثير الاستروجين. اندو سيرفكس cervical secretion become thick and lucid and fearing better in this appearance وبالتالي تهيئ الى حالات الفيرتلايزيشن. اعتقد هذا الموضوع يعني بكثير من الامور. بروجستيرون تاثيره على الفالوبيان يزيد السكريشن
وبالتالي راح تصير عملية التغذية أكثر للزايد. زين. تأثير على breast progesterone cause lobular and alveolar growth of the breast during pregnancy. قبل شوي حكيناها، قلنا لكم إذا صعد بصورة normal فمعناها هنالك حالة pregnancy. أكو تأثيرات أخرى للبروجستيرون اللي هي thermogenic effect. هسه راح أسألكم سؤال وأشوف تركيزكم. يمتى تكون normal؟ هسه هذا شيء pregnancy ولا شيء؟ يمتى تكون يا بيريود تكون بيها هنالك زياده بال التمبرتشر اوف ذا وومن او فيميل؟ يمتى تكون التمبرتشر؟ يلا طيب محمد تفضلي. دكتور انا عندي معلومه انه يعني يزيد درجه الحراره من يصير سنه الياس يعني بعدين. زين اريد المصدر موجوده؟ موجود عندكم المصدر طيبه؟ لا والله دكتور بس هيك معلومه عامه. احنا حقيقه المعلومه اذا كانت مدفوله للريفرنس ما راح نقدر نعتمدها. بينما ساعات من تقول لي هاي المعلومه من جي بي تي راح اقول لك فروم ذا دويت. تمام؟ طيب محمد اريد زين. يلا محمد علي موسى. دكتور احنا قلنا خلال فتره يعني الام سي راح يصعد عندي ضمنها. يمتى الام سي؟ ادري يمتى؟ عيني يمتى؟ أنا قلت متى؟ أريد الزمان والوقت. بالأسبوع قلنا الوسط اللي يصعد بنسبة البروجستيرون. اللي هو شو اسمه؟ فوليكيولار فيز. لا يا محمد علي موسى، أوفيوليشن فيز. يعني اللي نهاية الفوليكيولار يعني. نهاية، هسه هذا نهاية راح أعبر عنه. بداية الفوليكيولار فيز، إذا في حالة الإباضة ولذلك واحدة من مراقبة عملية الأوفيوليشن. هو increase the temperature about 0.5 عن الحرارة الطبيعية. هاي واحدة من الدلالات اللي يستخدموها في حالات يشوفون اكو ovulation لو ما. ليش؟ لأنه البروجستيرون يعتبر thermogenic حراري. effect on CNS, effect on respiration. يعني حقيقة لأني الاختلافات راح أشوفها تختلف عن الميل. وهذا الاختلافات حقيقة مهمة جدا. لانه راح تعطينا فكره على البروجستيرون، مثلا تاثير على سي ان اس بروجستيرون الترد سكريشن اند ريليس اوف فاريز نيوروترانسميتر ان هايبوثالموس، وهو هذا قلنا مهم جدا في حاله النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. هسه راح نشوف شنو الريجوليشن. تاثيره على الريسبيريشن بروجستيرون انكريز سنسيتيفيتي تو ريسبيريتوري سنتر تو سي او 2، لذلك البارشال سي او 2 سلايتلي ليس اقل بالفيميل ذان ميل. ليش هذا القليل؟ لان البروجستيرون يعطي في التحفيز للسي او 2 اكثر بالريسبيرتوري سنتر. تاثير على الفات ميتابوليزم بروجستيرون ديكريز ذا سيروم هاي دنسيتي لايبوبروتين الاتش دي ال اللي هو مهم جدا في حاله البرو اثيروجينيك ايجنت اللي يعتبر انتي اثيروجينيك ايجنت اللي هو الاتش دي ال، مهم جدا. وظيفه الاتش دي ال ينقل الكوليسترول فروم بيريفيرال تيشو تو ذا ليفر حتى يخلص من عنده. اذا قلت الاتش دي ال يعني الكوليسترول راح يكون بالبيريفيرال تيشو يكون اكثر، وبالتالي راح تكون اكثر عرضه للاثيروسكلروسيس اند سكيميا اند ديزيز. لذلك هذا امتى راح يكون؟ عندما تكون البروجستيرون تركيزها كلش عالي راح تؤثر الى الاتش دي ال يكون قليل. اذر هرمون اعطيتكم اياه بالبدايه اللي هو الانهبين والاكتيفين. الانهبين مشابه يعني هو يعتبر ستراكشرال بوليبيبتايد ويثبط الاف اس اتش ريليس. اخذنا الانهبين بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم بالمخطط يسوي لي هاي الشيء. اكتيفين ايضا بوليبيبتايد يحفز الاكتيفيت اف اس اتش سكريشن فروم انتيريور بيتيتوري جلاند، يعني بعد ما يقل التستوستيرون اكتيفين راح يزداد حتى يعطي تاثير الانتيريور بيتيتوري جلاند تفرز دي الاف اس اتش. ريجوليشن، انتبه لي على الريجوليشن وعندنا حالتين برايمري وسكندري. تخلص محاضرتنا. انتبه لي عافيه على البراي، انتبه لي للمخطط، انتبه لي للمخطط، مخطط كلش بسيط جبته لكم من احد المصادر بسيط جدا. هاي البيتيتوري جلاند العفو الهايبوثالاموس. خلينا ناخذ قلم، هاي الهايبوثالاموس. هاي هايبوثالاموس
تفرز لي الجونادوتروفين ريليزنج هرمون تعطي اشاره بوزيتيف. لاحظ هاي بوزيتيف الانتيريور بيتيتري جلاند راح تنطي الال اتش والاف اس اتش الى الاوفري حتى تفرز البروجستيرون والاستروجين. يوصل الى تركيز معين الاستروجين اللي هو مهم جدا، وكذلك ينفرز الانهبين مثل ما انفرز بالتالي. البيتيوتري جلاند بعد ماكو ال اتش اف اس اتش او لونج، وبالتالي راح ينطي تاثير نيجاتيف. هاي عمليه نورمال ريجوليشن. نورمال ريجوليشن هسه الان راح نقول برايمري وسكندري هايبو جوناديز. بس هي شنو هي السكندري هايبو برايمري الابنورماليتيز اللي هي الجوناد اللي هي الهايبو جوناديزم، لكن هي الفيمال هايبوغوناديز. خلينا نشوف شلون راح يصير هذا عمليه البرايمري والسكندري. الابنورماليتيز راح نسميها امينوريا. وين راح تتكرر هاي الكلمه عليكم؟ ايضا بالحالات السريريه في المصادر. امينوريا، تعريف الامينوريا هو ابسنس اوف منسترال بليدنج اور بيريودز. ماكو منسترال سايكل، لا توجد منسترال سايكل. لا توجد تماما. فاذا عدم وجودها تماما الامينوريا راح نقسمها قسمين، اما برايمري امينوريا يعني الاوفري هنا عندنا مشكله، خليت اكس. اذا برايمري الاف اس اتش والال اتش ايش فيهم؟ هذا السؤال الاول. نفس التست بالضبط. شوف مين منتبه وياي. وياي منتبه. يلا مجتبى. نعم دكتور، يكون تركيزهن عالي. ممتاز، شكرا جزيلا. اذا كان اكو يمكن طالبه رافع ايده خاف تقول مكتوب شيء والله راح يمكن فاطمه كاظم. فاطمه كاظم ويانا رفعت ايدك يمكن مو؟ نعم دكتور. فاطمه كاظم، اذا كان برايمري الاف اس اتش والال اتش صاعده لو نازله؟ صاعده. لانه هو التحفيز موجود وهو المشكله بالاوفري. زين ليش يكون دائما صاعدات؟ شنو معناه؟ لان التحفيز موجود. لانه ما التركيز التركيز معالي، لانه هو المشكله بالاوفري، بالتالي فماكو استروجين يرجع يسوي نيجاتيف فيدباك. شكرا يا فاطمه كاظم. احول الى السكندري حتى تكون واضحه عندي بعد. من اللي ما شارك هسه حاليا؟ من ما شارك؟ يلا يا ياس راضي. ياس. نعم دكتور. ياس راضي، السكندري المشكله ما موجوده هنا، هاي كل شيء ما بيها الاوفر. ايش راح نلاحظ؟ الاف اس اتش والال اتش صاعدات لو نازلات؟ نورمال. شو تقول؟ لا يقلن. ها؟ يكون قليلات. يقلن. قليلات تكون اذا سكندري. نعم. قليلات تكون. نعم قليلات. من عنده رأي آخر؟ شكرا ياسر. ياس ياس. من عنده رأي آخر؟ يلا زينب العمان. نعم دكتور، بالسكندري يكون ما يعني ما يتأثر، يعني يكون عاليات، يكون المشكلة مو بالهرمون هذا، يكون بغير شيء يعني. يعني السبب قد يكون بالسكندري، المشكلة هنا صحيحة لأن هي حالة أمينوري سيسيشن، هن الحالتين هن صحيحات بالسكندري. إذا كان قليلات جدا فما راح يكون تحفيز إلى الأوفري، وبالتالي ماكو الاستروجين، ماكو عمليه الفوليكلز، صح لو لا؟ اما في حاله البرايمري اصلا هو استروجين ماكو، ولذلك بالحالتين لو تلاحظ بالحاله الاولى والثانيه بالبرايمري والسكندري احنا المحصله استروجين ما عندنا، حتى تكون عندكم واضحه. استروجين ماكو، اضافه لذلك بروجستيرون ماكو،
اضافه لذلك تحفيز الاوفيوليشن فيسز ماكو ال اتش ماكو اف اس اتش قليل. احنا بنقول ماكو يعني اما قليل او ماكو، وكثير من هذه المشاكل موجوده، كثير من هذه قد تكون مرات مبايض حقيقه تبقى ولاديه غير ناضجه او مفقوده المبايض بعد الولاده مرات تصير، او هنالك رفع للمبايض، او هنالك اي مشكله تؤدي الى رفع هذا الجلاند، يعني معناها الحاله نسميها امينوريا. واريدك بالتعريف تركز، لان التعريف الثلاثه مختلفه فيها. امينوريا ذير از ابسنس، كلمه ابسنس غياب مطلق الى المنسترال سايكل، ماكو منسترال سايكل لا يوجد، يعني معناها المشكله اما برايمري او سكندري، وغالبا ما تكون برايمري طبعا، المصادر غالبا ما تكون برايمري. زين اكو عندكم تعريف اخر اسمه مينوريا، لاحظ الامينوريا عرفناه، تعريف المينوريا بالمحاضره وبالسطرين الاخيرات is referred to، انا يمكن اخليك اياها مجال دقائق، منوريا is referred to abnormally profuse bleeding during normal regular cycles. اكو regular cycles normal، لكن تكون abnormally bleeding، راح يكون bleeding ما مستمر، هنالك تقطع بالبليدنج، هاي الحاله يسميها مينوريا. اذا عندكم الحاله الاولى امينوريا ذير از ابسنس، بينما هنا ابنورمال بروفيوز بليدنج، ابنورمال بصوره غير طبيعيه، لكن خلال النورمال ريجولار سايكل، ريجولار سايكل ما بيها مشكله نورمال، لكن البليدنج يكون هنا يكون بروفيوز ابنورمال. الاوليغو مينوريا هنا infrequent and reduced frequency of menstruation. infrequent and reduced frequency يعني متقطعه وبصوره غير منتظمه اكثر. غير نقول menstrual cycle غير منتظمه، اما بالمينوريا منتظمه لكن حاله البليدنج تكون بروفيوز. اما الديسمينوريا، الديسمينوريا اذا كانت المنسترال سايكل بينفول يسموها ديسمينوريا. ذن المصطلحات عند الجيلتين في الفسيولوجي، لانه ان شاء الله من تتخرجون تروحون الهوسبيتال وتشوفون طبلات مرضى كثيرين او تشخيص راح تشوفون هاي المصطلحات موجوده، اما يكتبون عليها امينوريا، يكتبون عليها مينوريا، أوليغ مينوريا، ديس مينوريا، فذن المصطلحات طبية وصيدلانية وتستخدم for each one there is a specific drug for treatment. specific drug for treatment يعني علاجات تعتمد على الحالة المشخصة. من عنده سؤال على الجوناتس؟ عافية نزل ديكم يعني حتى أعرفهم بالاشتباه. من عنده سؤال على ال female؟ نبدا بعباس، تفضل عباس. دكتور بحاله اذا كانت الابنورمالتي برايمري راح يساعدنا زياده بالاف اس اتش وزياده بالال اتش، تمام دكتور؟ والخلل حيكون بالاوفري اللي ما ينطينا بروجسترون ولا الهرمون الاخر. خلينا نتفق انا وياك انه بحاله الامينوريا الاوفري ماكو لا استروجين ولا بروجستيرون، لانه اصلا ماكو الا تحفيز. واما يكون البرايمري الديفكت داخل الاوفري او الديفكت خارج الاوفري، الاو اتش والاف اس اتش قليلات. يعني دكتور الفكره اللي توصلها انه يعني يصير عندنا مينوريا لان البروجستيرون والاستروجين ما موجودات، فراح يصير عندنا بروفيوز مثل ما نقول. تمام، تريد تربطها بالحاله الثانيه. لا اذا بروفيوز اللي هي تابعه للمينوريا، المينوريا اكو نورمال ريجولر سايكل لكن البليدنج متقطع، اذا تريد تربطها بهاي الحاله تربطها للامينوريا اللي هو ابسنس اوف منسترال سايكل، ماكو منسترال سايكل.
احنا ليش نقول ابسنس؟ مو هو البروجسترون هو اللي يمنعها مثل ما قلنا اذا صار بحاله الحمل او حالات الاخرى. ماكو بروجسترون غير يصير بروفيوز غير يصير واذا رحت عباس اذا رحت الحمل صارت فسيولوجيكال. انا هسه اقصد هنا باثولوجيكال اضرب مثال دكتور يعني اذا هو صعد البروجسترون حتى بعد ماكو عندنا منسترون سايكل تمام دكتور اذا ما هو البروجسترون ابسنس للبروجسترون والاستروجين بسبب البرايمري ابنورماليتي بهذه الحاله راح يصير عندنا منوريا. لا احنا بحاله البريجننسي بما انه طرقت هذا الشيء هو كيس اكو حلو كلش على هذا الموضوع. بحاله البريجننسي تعتبر سكندري دكتور عوف البريجننسي هنا هسه البريجننسي ضربته مثال ولكن بالمينوريا مو حيصير عندنا بروفيوز. البروفيوز يعني شنو؟ يعني بروجسترون ماكو. اذا اكو بروجسترون اصلا ما يصير عندنا بروفيوز والبروجسترون ينعدم او ما هو او يتقل كميته كلش بحاله البرايمري. فاقول بالبرايمري راح يصير عندنا مينوريا لان هو اكو اف اس اتش او اكو ال اتش راح يصير عندنا الفوليكولر يعني الاطوار اللي بالبدايه من المنسترال تمام دكتور. ولكن بالمرحله الاخيره ما حينفرز البروجسترون على مود تقل تثبط او ينزل الكيرف مالته يعني اللي عرفته من انت ان بحاله البرايمري امينوريا ماكو لا استروجين ولا بروجستيرون بما انه ماكو يعني الاف اس اتش والال اتش راح يكون عاليات تركيزهم عالي. اي فليش ما يصير عندنا مينوريا؟ ليش؟ لان الاطوار راح يصيرن بالبدايه لان احنا نعرف ان الاف اس اتش والال اتش حيسيطر على الاطوار بالبدايه والطور الاخير يسيطر عليه من هو يسيطر عليه البروجسترون. زين فاذا غاب البروجسترون ما حتنعدم راح يصير عندنا بروفيوز ما حتنزل المنسترال ما راح تنزل تماما والى اخر العمر. اي يعني هو بهذه الحاله المينوريا يعني نقدر نقول انه تصير بالبرايمري بالبرايمري ابنورماليتي. من هي الامينوريا او مينوريا؟ مينوريا مينوريا اللي هي بروفيوز حيصير فيها. مينوريا تختلف اختلافا جذريا على الامينوريا. اي ادري دكتور الامينوريا ماكو منسترال سايكل غياب تماما لان المشكله موجوده بالاوفر بينما بالمينوريا المشكله موجود مشكله صحيحه بالاوفري لكن يمكن تصحيحها وعلاجها ورجوعها لكن هي نورمال ريجولر سايكل موجوده لكن هنالك التقطع. هسه هذا التقطع ليش؟ لعل هنالك اكو فد اندوميتريوسيس داخل اليوتراس اكو فد بوليسيستيك اوفريز مشاكل كثيره للمينوري مشاكل كثيره للمينوري حتى نفرق الامينوريا عن المينوريا. امينوريا ماكو منسترال سايكل مينوريا اكو نورمال ريجولار سايكل لكن ذير از ابنورمال بروفيوز بليدنج. يلا فرح ظاهر تفضل. دكتور ما عرفت الفرق بين البرايمري والسكندري امينوريا شنو مسبب البرايمري؟ خلينا نعرف ابطوا وياي حتى هسه هذا الرسم مو امامش طالع الرسم. اي نعم دكتور. خلينا ناخذ لون مغاير. اذا برايمري قلنا المشكله اتفقنا وين تكون؟ بالاوفر. اذا المشكله بالاوفر يعني معناها الاستروجين والبروجستيرون ايش بيهم؟ قليلات والانهبين ماكو اذا مشكله تامه معدومه يعني دمج كومبليت ماكو بعد الاثنين. زين اذا ماكو ال LH وال FSH ايش فيهم؟ راح يكون عاليات لان ماكو نيجاتيف. خلاص خلصنا خلصنا من البرايمري وما عندنا شيء بالبرايمري. اي هذا واضح. السكندري خلينا نسوي كبير حتى يكون واضح. احول الى خط ثاني بالسكندري. هذا ما بي مشكله الاوفر ما بي مشكله لكن الاستروجين والبروجستيرون ايضا ماكو. يعني وين ماهم؟ ليش ماكو؟ لان ال LH وال FSH شبيهم قليلات. ها المشكله اما تكون بالبيتيتر جلاند مشكله بالانتي بادي وضرب ال LH وال FSH الريسبتر اكو فد مشكله خارج الاوفري. تمام واضح. واضحه هسه؟ ايوه. المحصله من البرايمري والسكندري امينوريا ماكو لا استروجين لا بروجستيرون وبالتالي ايش راح تكون؟ هنالك غيابا تاما ابسنس اوف بروجستيرون. تمام فراغ؟ يلا مجتبى تفضل مجتبى. دكتور تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
دكتور في حالة الحمل ايه؟ عند النساء الكبيرة بالعمر غالبا نشوف الطفل يتشوش لو يصير عنده إعاقة لو يصير عنده مشكلة زين. هل هذا السبب له علاقة بالهرمونات الاستروجين والبروجستيرون؟ شوف هو هذا الأسباب مختلفة جدا. فالسبب الأول أنه يمكن قد يكون هرمونه وبالتالي راح عملية الجروث of the الامبريونيك عند فيتوس يكون حقيقة خلل abnormality. فإذا كان خلل بالهرمون شيء طبيعي راح يكون عملية الجروث للجنين راح تكون بها خلل. هاي واحد. أو قد تكون مشكلة مو بالهرمون، مشكلة في بطانة الرحم أيضا تتأثر بالهرمون اللي هو هيئة بطانة الرحم حتى يجي الأوزايغوت حتى يصير لعملية الفيرتلايزيشن. سبب آخر قد يكون الكومبلمنتري، يعني شنو كومبلمنتري؟ سبلمنت اوف بريجننسي راح تكون اكو مشاكل رئيسيه بها، مثلا قله الفوليك اسيد. ان شاء الله راح اشوف اكو فد ورشه علمي عن قله الفوليك اسيد ايش راح يسوي بالجنين. قله خلينا نقول الفيتامين، قله هنالك امراض اخرى قد تكون داخل البريجننسي، قد مثلا موجود بها كانسر، قد يكون بها مالجننتي مالجننسي كانسر. كثير من الاسباب تؤدي الى او تاخذ مثلا علاجات اللي هي تاثر على البريجننسي، كما في يجب على الفارماسيست معرفه الدراكس اللي هي سيف فور ذا بريجننسي. ذير از ماني كاتيجوري، كاتيجوري اي بي سي دي اند اكس، قد تكون هي معرضه الى اخذ دراكس. تكون اسباب كثيره يا مجتبى ما نقدر نحصرها في سبب واحد. واضح مجتبى؟ واضح دكتور. انا كان قصدي يعني له تاثير هذه الهرمونات على تمام، شيء طبيعي لها تاثير. ولذلك افضل حسب البحوث اللي قراتها افضل سن للانجاب اللي هو يكون اقل من 38، لانه هي هاي حقيقه حتى تدخل فيها مثلا في خلينا نقول يبحثون عن الانجاب ويبحثون عن يعني الطفل او كذا من بعد ال 38 فرص تكوين وعملية الزراعة تكون قليلة، يعني تقل عملية الفرص. ليش؟ لأنه أكو مشاكل هرمونية راح تكون داخل المرأة ترجع related to sex hormone disorders. نحول إلى محمد علي موسى، تفضل. دكتور بالمخطط مالت الأمسي. إي. إحنا قلنا بداية نرجع ليه؟ كيف دكتور؟ أفضل حتى البقية أيضا نحطون. يلا تفضل دكتور. احنا قلنا بدايه الامس يكون البروجسترون منخفض زين، ونهايه الامس هم يكون البروجسترون منخفض زين. عمليه الاوفيوليشن يصير بها البروجسترون عالي. يبدا يصير البروجسترون عالي. انتبه له شويه، انتبه على المخطط. شوف على المخطط راح اسحب منها هاي عمليه الاوفيوليشن، اخذها منها شفناها نزلها لي مو صحيح؟ نزلها على المخطط الثاني. يبدا بعمليه الارتفاع منين؟ في قمه الال اتش، في قمه الاوفيوليشن بدا بالارتفاع. شكرا جزيلا معين. شكرا. واضح؟ في واضح. قمه الال اتش تكون بدايه البروجستيرون بالصعود. لاحظ انا خليت هذا السهم. ويبقى مستمر بالصعود. دكتور انا لما اريد ان انطي كونتراسبتيف هنا بهاي الحاله انطي فشي يقلل البروجستيرون مو صحيح؟ لا يصعد البروجستيرون. شلون اذا هو انا عندي البروجستيرون بهاي الحاله راح يسوي يعني راح يكون ضمن الاوفيوليشن؟ قصدك ضمن الاوفيوليشن. مو احنا ايش راح نسوي؟ احنا ما راح يعني البروجستيرون وياه. احنا البروجستيرون ما راح نعطي يمتى ما يصير يعني بحاله الاوفيوليشن نقول له اخذ. احنا اذا شايف الشريط مالته، اذا شايفه بالقفه مالته، شوفه بالقفه مدرج من الواحد الى 28. المهم مدرج، يمتى راح ياخذ؟ من يوم اثنين بالسايكل، يعني ياخذ منها يرتفع وياه. يعني ناخذ من يوم اثنين تقريبا، يوم اثنين يوم ثلاثه مرات
ياخذوه، فانا راح اصعد البروجستيرون من بدايته. يعني عملية البروجستيرون إذا صعدتها قبل عملية الأوفيوليشن هو يمنع عملية الأوفيوليشن، لأنه أنا جاي أستمر في هذه الحالة، أستمر بهاي الشيء، باوع أخلي استمرار بهذه الجهة اللي تعتبر يوم اثنين منها. محمد علي موسى بلدي فهم. هذا منها شوف باوع. يعني هاي يوم اثنين يعني أخلي البروجستيرون ينزل، بالنتيجة ما راح أخلي الأوفيوليشن تصير. جزاك الله خير. زين دكتور اقدر اسوي كونتراسبتيف يعني انطي عن طريق انه امنع الـ FSH او الـ LH؟ تمنع شنو؟ يعني اذا اريد ان اعطي كونتراسبتيف اسوي مثلا اقلل الـ FSH والـ LH، هم طبيعي الموضوع اكو شيء؟ احنا الموجود بالدراكس مالتنا الكونتراسبتيف هي على البروجسترون والاستروجين، اصعد هاي التراك. اما هاي الـ FSH والـ LH انا ما شايف يعني اكو فدرس يقللها ماشي، واحنا نريد اكثريتهم يعني يعملون على زياده وارتفاع الافسج والالاج في حاله الاوفيوليشن. افضل طريقه حتى اقللهم اسوي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم بارتفاع البروجستيرون على الانتيرورتيد جلاند والاستروجين حتى يقلل الاف اس اتش والالاج. يعني هي المحصله الاخيره هو يقلل الاف اس اتش. من عنده بعد سؤال؟ من عنده سؤال؟ يلا فاضل علي، تفضل فاضل علي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور هم اكو هايبر جوناديزم ولا ما اكو دكتور؟ ها؟ هم اكو هايبر جوناديزم؟ اكو بس هي غالبا الهايبر جوناديزم، لان هي المشكلة السريرية الموجودة هسه حاليا الهايبر جوناديزم. ان شاء الله ناخذها في حالة الباثو فسيولوجي المرحلة الثالثة، كل المشاكل بصورة طبيعية. سواء كان هايبر او سواء كان هايبو. وحقيقة اكو كتاب اذا تريدوه اللي هو اسمه كتاب بروك بايو كلينيكال بايو كيمستري اندوكرينولوجي يشرح كثير من الحالات، لكن بما انه موضوعنا فيسيولوجي فقط ذكرت لكم هاي الحاله وربطتها في حاله سريريه والدراكس حتى تكون عندكم واضحه. تمام تفضل. اذا يريد توسع راح نطلع من خارج موضوع الفيسيولوجي. فرح ظافر رافع ايدك لو يعني بالاشتباه، انا قبل شوي اعطيتك مشاركه. عافيه نزلوا ايدكم اللي شاركوا خلينا ننزل ايدكم. يلا سوره تفضلي سوره. دكتور سؤالي بالافكتس اوف فاسكولاريتر. اي. يقول الاستروجينات موسع الاوعيه ومضيقه الاوعيه، يعني هسه شو هي منهن؟ طلع لك السلايد. طبقوا. بالإفكت. تمام. In general, estrogen have vasodilation and anti-vasoconstriction effect. ما افتهم الدكتور. يعني هو يعتبر vasodilation للفسل. ويعتبر انتي فازو كونستراكتر يعني مضاد لعمليه التخلص افكت، يعني بين قوسين يسوي فازو دايليشن يعني موسع الاوعيه. موسع الاوعيه اذا لقيتي المصطلح فازو دايليشن كافي، او تلقين المصطلح انتي يعني ياثر على ضغط الدم طبيعي ياثر مقابل شويه قلنا يسوي ووتر اند الكترولايت ريتنشن يسوي الانتي طبعا هو ايوه هاي هم اسالك عليها مال الووتر والكترولايت بالانس. تمام لها تاثير حتى التستوستيرون. قبل احنا قبل المحاضره بدايه محاضرتنا قلنا هنا يرفع الضغط، يرفع اذا في حاله الكونجستيف من الكرنطي هو يعتبر كازستيرويد ازستيرويد دراج ان اكشن. والستيرويد اخذناه بالادرينال كورتكس هرمون، وش تاثيراته على كل واحد فيهم مو صحيح؟ زين هو اذا فازل دلايتر يعني اذا يوسع الاوعيه الدمويه شلون يرفع الضغط؟ ولازم اذا توسع الاوعيه الدمويه لكن تاثير الالكترولايت اند ووتر اكثر من تاثير الفازل دلايتر. تمام. يعني واحد اكثر من الثاني تطلع المحصله ارتفاع الضغط. واضح واضح. ولذلك اللي ياخذون يعني وانتم اسالوا وشوفوا وقروا ياخذون حبوب مانع دائما يكونوا معرضين الى ارتفاع الضغط. دائما غالبا انا اقول غالبا يكون دائما
يسوون فلو اب فور بلاد بريشر. زين دكتور، زين سؤال ثاني. اي اكو دواء شو منظم للدوره الدمويه، هذا الدواء ينطوه من اليوم الخامس ويستمر 40 حبايه على مود، وهذا مجرد انقطاعه، مجرد ما ينقطع الشريط، يعني تقطع الشريط راح تنزل الدوره الشهريه. واضح، يعني معناه هذا شلون ياثر؟ تمام، اذا نرجع للمخطط. عافيه طالبه، طبعا انتبه على هذا انتبه. هذا المخطط جاي شوف قدامك، هذا المخطط قبل شوي حكيته وين محمد علي موسى، قلنا البروجستيرون البروميليوت اند يعتبر هو نورتستيرون ديريفاتيفز اوف بروجستيرون، لذلك انا جاي اخليه يرتفع من هاي الفتره. انتبهوا وياي، انتبهوا وياي. اسمكم شنو؟ اسمكم سرعة ثار. سرعة باوي هنا جاي صاعده من البدايه، من هنا جاي صاعده، يعني كانما خلينا نقول من هاي السايكل الثاني، تمام؟ فاخذ من يوم اثنين انا صعدت البروجستيرون، يعني نفس الكلام ايضا خليته مستمر الارتفاع البروجستيرون او المنظم، هاي الاسم الشائع منظم، لكن هو يعتبر بروجستيرون ديريفاتيفز، راح اخليه يرتفع بهذا الجانب، وبالتالي راح احافظ على النيجاتيف فيدباك ميكانيزم ويبقى بصوره مستمره. يعني طول ما المرأة تأخذ هذا الدراج راح يظل هذا البروجستيرون مرتفع. عافية، فقط من في حالة انقطاع بسرعة يتحفز النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، يعتمد على الهاف لايف اوف البروجستيرون، إذا ورا يوم أو ورا يومين راح تيجي المنسترال سايكل. واضح دكتور. مشكور دكتور. أهلاً عباس، يلا آخر شيء عباس. دكتور بالأخير إذا أخذنا البروجستيرون اللي هو كمان حمل راح يصير محلال البيضة وما تنزل يعني؟ اي ماكو اوفيوليشن، ماكو اف اس اتش، يعني ما تتكون لو ما تنزل. ما تتكون مو اف اس اتش، ماكو فوليكولر اللي يحفز فوليكولر ماكو. طبعا اذا كان خلينا نقول الدراكس اكتيفيتي مالته كلش عالي، يعني معناها اف اس اتش كلش قليل جدا، لكن مرات الدراكس صناعات دوائيه تدخل بالصناعات الاكتيفيتي تكون قليله جدا، هو ياخذ صحيح لكن هنالك يصير حمل. ليش يصير؟ واكو نسبه اللي ياخذون كونتراسبتيف اكو نسبه بها تصير حمل. ليش؟ لانه اكو مرات عوامل او عوامل تخص الدراج او عوامل هرمونيه اخرى تحفز الاف اس اتش، وبالتالي يصير الفوليكولر، يصير الاوفيوليشن، واعتماده هو على دراكس انه ما راح يصير عمليه الاوفيوليشن وما تصير عمليه الفرتلايزيشن. فاكو نسبه بالحمل، وانا اللي سامحها او اللي شايفها من المصادر 5%. تمام، من عنده بعد سؤال؟ سرعة عند السؤال لو أغلق المحاضرة. لا واضح دكتور. إذن في نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، عندنا المحاضرة الأخيرة إن شاء الله الأسبوع القادم من الإندوكرينولوجي.